بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام صباح الفل والياسمين صباح الورد والنور تحيتنا القلبيه لكم جميعا اينما كنتم اينما تصلكم صوره ويصلكم صوت القناه الوطنيه الاولى لكل ناطق بالعربيه في العالم العديد من الفقرات والاركان في انتظاركم اليوم الخميس اليوم التاسع والثمانين من طوفان الاقصى الثاني والعشرين من جمادة الثانيه سنه 45 و400 الف للهجره الموافق ل الرابع من ديسمبر من جانفي عفوا سنه آه 2024 العديد من الفقرات كما قلت والاركان في انتظاركم والاستضافات باش تكون معنا الدكتوره ريم البشراوي الطبيبه بمستشفى الرابطه باش على نزله البرد الموسميه ايضا باش تكون معنا المحاميه الدارسه الاستاذه ايه عاشور المتوجه بالمرتبه الاولى وطنيا في المسابقه الوطنيه المطالعه عن المكتبه الجهويه اريانا المكتبه الجهويه المتعدده الوسائط ايضا مش يكون حاضر معنا الاستاذ عمار ضيا رئيس منظمه الدفاع عن المستهلك من الجزائر ياتينا الدكتور مصطفى بورزامة اللي كان دخل معنا عديد من المرات بالهاتف مباشره من الجزائر العاصمه لتحليل ما يحدث في فلسطين الحبيبه ايضا الفقره الرياضيه مع زميل خالد اليعقوبي آه الشاعره لمياء العلوي باش حاضره معنا ايضا آه بالاضافه الى الفقرات والاركان والعناصر المسجله الربط المباشر باش مع الزميله ناديه رتيبي من القاسرين والانغام ايضا والنغم الاول ل آه آه طبعا الشاعر الكبير ابراهيم توقان على فكره الكلمات آه الشاعر ابراهيم توقان شقيق الشاعر الفلسطينيه الكبيره آه فدوى توقان آه صاغها منذ سنة

البدايه باستضافه مميزه تندرج ضمن سلسله الاستضافات اللي خصصناها للبطوله الوطنيه للمطالعه معنا الاستاذه المحاميه دارسة اي عاشور الفائزه بالمرتبه الاولى وطنيا في المسابقه الوطنيه للمطالعه عن المكتبه الجهويه المتعدده الاختصاصات باريانا صباح الخير استاذ صباح الانوار والخيرات ليك المشاهدين الكل صباح الحرف والكلمه وصباح الكتب زيد معناها محاميه تبارك الله دخلت في المرافعه طول اذا ايه انت طالبه بالسنه الثانيه في المعهد الاعلى للمحاماه وخرجت كليه العلوم القانونيه والاجتماعيه والسياسيه باريانا الحكايه نتاع المطالعه طبعا دائما تبدا من البدايات من, نعم. من الابتدائي هو غرام قبل كل شيء نعم. هكا ولا؟ المطالعه هي شغف كيف نعم. ما قلت انت يا القلب إن ينجم الغرام يتولد في اي مرحله من مراحل الحياه ورحلتها لكن في قصتي انا تولد من سن خمسة سنوات نعم. الغرام هذية غرست برعمه في قلبي ماما كانت الوالدة اللي تشري القصص وتمثلها وتحكي الحكايات والغر... بالمناسبة نقدم تحية كبيرة لماما ونقدم تحية كبيرة لوالدي الإنسان اللي خلى رفوف مكتبتي عامرة نعم. بالعناوين والكتب محامية مستقبلية لكن براءة الأطفال ما زلت متجسمة في كلمة ماما معناها المفروض توا محامية بك اللباس الجميل والأنيق تقول الوالدة بالعبارة الرسمية هذايا للدعابة هي آه إذا الحكاية نتاع المطالعة يعني كما قلت أنت شغف عبارة م. جميلة بدأت مع الوالدة طبعا الأباء والأمهات الأولياء عموما عندهم دور كبير في يعني تنمية ميول ومواهب ابنائهم وبناتهم هكا ولا نعم حتى إيه؟ الطفل في ذلك سن يكون مثل صفحة البيضاء نعم. انت وشنو باش تكتب عليها وشنو بماذا ستعمر تلك الصفحه والطفل يكون قابل حسب ميولاته انه يتقبل اي شغف ويكونه لكن احنا لازمنا نروجوا المطالعه للطفل مش كواجب ثقيل مش كواجب مدرسي مش كشيء بالاجبار نبينه هلو اكل فصحى الفكريه اكل متعه اكل مكافاه باش تولي ملاذه وعالمه كيف ما ولات ملاذي وعالمي ويستمر الشغف هذاك راهو يكبر والمطالعه راهو ما هيش هواية للطفل كله راك باش تطالع باش تولي إنسان مش تطالع باش تكون فكرك باش تتعلم تفكر باش تتعلم تعيش خاطر الكتاب يعلمك تعيش مش طالع خاطر عندك وقت فراغ وإمليه لا تطالع باش تولي إنسان سوي ومواطن سوي وباش تولي قيمة في هذا المجتمع نعم أي نعرف الكل صعوبة الدراسات العليا خاصة في اختصاص الحقوق والمناظرة اللي مش سهلة اللي يترشحوا لها الآلاف على المعهد الاعلى للمحاماه ايضا مش سهله والعامين معناتها في المعهد زاد تحب لهم برشا وقت وبرشا جهد وبرشا تعبوا رسالة ختم دروس وتربوسات وغيره كيفاش وفقت بين هذا وذاك معناه باش فزت بالمرتبه الاولى وطنيا عن مكتبه اريانا المتعددة الاختصاصات بالمناسبة نحب نوجه تحية لمكتبة أريانا متعددة الوسائط والمدام سونيا حناشي ومدام أحلام عكيري متعددة الوسائط يعني متعددة, متعددة, الاختصاصات الاختصاصات <applause> متعددة الوسائط متعددة مطلوبة يسر عند جماعة القانون <applause> نعم نوجه لهم تحية لتفنيهم على السهر على البطولة هذا عموما بنرجع لسؤالنا أنا فما فما زوز كيف ما نقولوا أصعد يخلوني نوفق الصعيد الأول أنه أنا الشغف والولاه المتناهي اللي عندي تجاه الكتاب ما نجمش نعيش من غيره ولا استطيع منه فكيكا نقول لهم انه دراسه القانون على جمالها وحبي لها صعبه وجافه كل ما جيتش اكل فسحه الخيال وفسحه الفكره وفسحه المعنى اللي نعيشها في رحاب الكتاب باش نشحذ نفسي طاقه وقوه باش نجم انا نقرا ما نجمش نستمر باه باش نفتح قوس شخصي ونغلقه مش باش تعلق عليه نعم. جافه ما نتفقش معك لانه القانون احيانا يعني في القرارات وفي ملخصات القضايا وغيره هو بده يشبه القصه معناه تتبع اطوار واحداث القضيه منذ البدء يعني في شكل ربما يفتح مجالات ارحب للخيال وللتفكير وحتى احيانا للابداع وينمي الموهبه بتاع الكتابه والتحرير بالحيثيات اللي تعرفها وبك الجو هذاك المهم كيفاش الانسان مغروب المطالعه متفقين يعني نجم يكون يطالع برشا نجم يكون لكن في داره مش لدرجه انه معناها يشترك في المسابقات ويفوز بالمرتبه الاولى وطنيه. احنا كيفاش نجموا نوفقوا؟ انا ديما نقول راهو العظماء كلهم كان عندهم 24 ساعه، 24 ساعه كي تعرف كيف تستثمر فيها وتبني عادات يوميه راهي تكون اكثر من كافيه، انه يكون المطالعه والقراءه حاضره في حياتك ماكش مستحق اكثر من عاده يوميه تكون من 15 ل 20 دقيقه في اليوم. فقط. في علاش الإنسان يوصل أنه يشارك في مسابقة ويرمي إلى أنه بالمكتبه هو انا يعني كان يعني سكنه هناك وانا نمشي نراجع فميكة أيوة. ف جات بطبيعتها الامور ولكن من افضل الخيارات فعلا ومن افضل يعني المكتبات اللي قدمت تأطير صدقا نعم. آه آه المسابقة. المسابقه هي اطار يعاونك انك تخلي الكتاب حاضر في حياتك على خاطر مع الدافع والحافز الداخلي المنبثق من الانسان تجاه الكتاب ساعاتك السياق التنافسي وكالدافع الخارجي اللي يجي من البرة من برا يزيد يحفزك باش تكون مستمر مر ومنضبط اكثر زيد راهي المطالعه تعطيك فرصه في بدايتها باش تلخص 12 كتاب بثلاث لغات الفرنسيه والانجليزيه والعربيه شوف الغناء الفكري اللي يجيك تجربه التلخيص في التصفيات باش تصافح عقول عده قراء اللي راهي تجربه حتى على الصعيد الشخصي تعلمك ثقه بالنفس مواجهه لجنه التحكيم أه تحكم في التوتر انك اكل الحيز الادبي والفكري اللي عندك تحطه في تلخيص من 15 سطر مهم جدا انه انت تدخل قبه قبه تفك التوتر وك المشحون على جماله وتركز في 25 دقيقه وتخدم فهذا ينمي اصلا مهارات شخصيه عندك ما نحكيش على القراء اللي تتعرف عليهم على التجربه الحياتيه اللي تاخذها فالمسابقة كل هذا يعني شفت ولو ما كانتش الجائزه هذه كنت اكون اكثر الفائزين سعاده صدقا بالتجربه في حد ذاتها. انهيتي مرافعتك يا استاذه عن المتهم المطالعه باش نستشير المستشارين نتاعي الاستاذ علي بن عبد الله المخرج. عن يميني والاستاذ ابو بكر بن رئيس التحرير عن شمالي حكمت المحكمة حضوريا بعدم سماع الدعوة عن المتهم وربحت القضية تبارك الله حتى في المرافعة موهوبة يبدو أنه يعني ثراء اللغوي اللي عندك تبارك الله والعبارات المنتقات طبعا الفضل فيها يرجع ربي سبحانه وتعالى والمطالعة إذا في المكتبة طبعا بلغتك أسداء البطولة الوطنية اللي هي مش أول نسخة وشاركت كانت تلخصنا معناها أستاذة ونعرف التلخيص هذيك بتاع المرافعات تلخص لنا في بضع جمل كيفاش يعني بديت وعدد الكتب اللي طلعتها لين وصلنا للتتويج آه، تمام نحب نوه انه انا هذه مش اول مشاركه ليا أيوة. انا حست على الجائزه الثانيه وطنيا في الدوره الثانيه البطولة الوطنيه المطالعة وعدت سنه والحمد لله معنا معناها منذ مده ل... السنه الفارطه شاركت وخصت التجربه ورجعت لجميل التجربه بي. وسنه الحمد لله تواجدت بالجائزه الاولى بعد الجائزه الثانيه احنا كيفاش نمشي اول حاجه تمشي لاكتب م... اقرب مكتبه عموميه محليه تعمل اشتراك وتاخذ دفتر حسب الفئه العمريه نفسر انه هما خمسه فئه إيه عمريه خمسه دفاتر بالالوان الدفاتر نعم بالالوان ويا جميل الالوان خاطر كنت ترى بعد كيفاش تولي فسيفساء لونيه نعم. وفكريه محلية عم. اي سبق لنا انه في استضافات للساده المسؤولين في وزاره الثقافه وفي البطوله انه استعرضنا هالدفاتر هذه من من الرمادي للبني للازرق للاصفر للاحمر هكا ولا الفئه العمريه مقسمه بيداغوجيا بدقه حسب قدره نعم. الاستيعاب نتاع القارئ عندي من 6 ل 9 سنوات يكون عندي الدفتر الاحمر مه. بعديك عندي من تسعة ل سنه باش يكون عندي الدفتر الاخضر من 13 15 سنه الدفتر البرتقالي من 16 سنه حتى 30 و 20 سنه الدفتر الاصفر ثم فئه الدفتر الازرق انتمي اليها من 23 سنه ل 39 سنه من 39 سنه فما فوق الدفتر الرمادي وسنه كان عندنا اكبر مشارك في البطوله الوطنيه للمطالعه عن عمر يناهز ال 85 سنه وتم تكريمه بالمناسبه في اليوم الختامي للبطوله اللي معناها انعقد او دارت اطواره في انتظم في في رادس في قاعه فيه. الرياضه المتعدده الاختصاصات بالمدينه الرياضيه برادس قد ايش طلعت من كتاب خلال أه البطوله ايه عندنا بعد ما نسلموا الدفتر عندك اشهر تتراوح بين اربعه اشهر او خمسه اشهر م -م. مش تلخص 12 كتاب التلخيص يكون باللغه العربيه 12 كتاب هذا للفئه نتاع 22 الى 39 سنه ها نعم الفئات الاصغر نظرا والكتب طبعا ملائمه للفئه العمريه المستوى الدراسي المعرفي الثقافي ولا حسب الاختيار ولا من من ثم ضوابط وشروط لم تكن هناك اي ضوابط ولكن نعم. احسب ان اختيار كتاب ملائم للفئه العمريه يدخل في معايير التقييم يعني حتى من قبل اللجنه تتسال على سبب اختيارك للكتاب سياق وما الى ذلك نعم انا لخصت 12 كتاب كانوا مقسمين بين اللغه العربيه واللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه ايضا نعم من بين نعم. العناوين كان فما الادب التونسي كيف السد لمحمود المسعدي نعم. افراح القبه نجيب محفوظ. القبه نجيب محفوظ, محفوظ. اسعد 25 قسطنطين جورجيو زربليوني نيكوس كازانتزاكي باللغه الفرنسيه لترانجيه البير هذا فقط مرور على العالمين الناس تحب تاخذ فكره نعم. لخصتها ثم نحن في المرحله المحليه قدام لجنه مختصه تسال لازم يكون عندك المين بتفاصيل الكتاب بشخصياته بحيثياته حتى عندك ثقافه تجاه الكتاب مثلا من اجمل الاسئله اللي تسالت لي انا من قبل اللجنه ما حضور الكتاب الورقي اليوم في ظل الرقمنه المهيمنه نعم. وفي, وفي ظل يعني اسئله من هذا القبيل ما دور المكتبات آه يعني اسئله تخص الكتاب عموما المرحله الجهويه تماثل المرحله المحليه في المرحله المحليه باش تترشحوا 10 آه متبارين من كل مكتبه محليه الى المستوى الجهوي الجهوي في الجهوي بش نترشحوا عشرة متبارين على كل ولايه المستوى الجهوي طبعا بالنسبه لك انت كان آه ولايه اريانا كان عن ولايه, ولاية اريانا الترشح نعم نعم آه رغم ان انت ميل ولايه يعني انا تويكا يعني كنت نسكن في ولايه نيفل نعم. فلكن ولا ولا اصيله مدينه بنان اصيله بنان بنين. أصيلة بنين. يعني تحياتنا مشاهدينا من بنان وفي بنان الكل واينما كانوا في العالم نعم. نعم, شكرا لك بعد المرحله الجهويه احنا هوني عندنا 240 متباري من كامل تراب الجمهوريه على كل فئه عمريه يتباروا على خمسة مرات نمشي هوني للمرحله الوطنيه كيف ما قلت انت تحت رحاب قبه رادس وهوني نلقاو ندخلوا للقبه نلقاو اجواء ما عنا 240 طاولة في في الساحة متاع قبة رادس 25 دقيقة كرونو وورقة أسئلة متعددة الخيارات وسؤال تحريري في 25 دقيقة وديما السؤال التحريري يكون هو معيار التميز خطر الكسيام يكون عبارة على شخصيات أحداث تواريخ نعم نعم. تبارك الله معناها التتويج كان في الموعد وهذا حافز كبير حافز اعتباري حافز معنوي وحتى حافز مادي ايضا نعم. آه <applause> اي سالتك على الـ على ال 4000 دينار شو تعمل قلت لي يعني الثوب نتاع المحامات اللي سمى بالدارجه التونسيه الجميله الـ روبا, روبا هذيك آه وب 500 دينار مش, مش 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 الخ... معناها اللي, اللي معناتها مقدم بين دفرين على المحامات يبدا ينفق من قبل ما قبل ما يدخل اي مليم من ال من, اللي تصرف عليها بل ترجع نعم. لك ان شاء الله موافقه اي طبعا المطالعه حكايه لا تنتهي المشاركه في المسابقات نتصور ايضا باش تستمر نعم. لانه طبعا اصبحت يعني شبه مختصه في المجال هذا ما نعرفش اي هي الاضافه اللي تحب تقدمها لنا وللمشاهدين ولا اكيد انه باش نستفيد منها نخلي لك المجال مفتوح تفضل قلت هذا في فرص سابقه ونحب كل الفرصه باش نقول نعم. انه خليوا الكتاب حاضر في حياتكم كفعل حياه وكفعل وجود وليس كهوايه هامشيه. نحب نقول للناس اللي عمرها ما صفحة صفحه وصفحه كتاب تخليوه من حكمكم المسبق، شوفوا الكتاب اللي وائم اهتماماتكم، تكتشفوا عالم سحري من الافكار والخيالات والعبر وراحه نفسيه ليكم، راهو الكتاب ماهوش كالواجب الثقيل، راهو الكتاب يصنع منك فكر انساني قوي وسوي ويبدل نعم. لك حياتك وراهي القراءه رحله نعم. حياه. ويخرج بك من العوالم بين ظفرين المتوتره ل حياتنا اليوميه ولينا سق أه معناها عايشنا للحقيقة أه فيه برشا أه ضغوطات أولا وثانيا يضيف لك ويقدم لك يعني أه المعطيات والمعلومات وينمي لك الثقافة العامة أه ربما حتى في مجال المحاماة نعم. وفي مجال القانون إضافة قيمة بحكم الاطلاع لأنه عديد الكتب سواء كانت أه في أه أنواع معناها متعلقة بما هو أه إبداع أو بما هو توثيق او بما هو تاريخي مختلف في المجالات ديما الاضافه في اي مجال عملي الانسان يلقاها تحقت وهذا احنا في مجالنا في الاعلام نشعر به الحقيقه كي يبدا الواحد عنده شويه اطلاع يلقى المعلومه ويلقى يعني الامور حاضره شكرا لك آية عاشور الميداليه جميله نعم الميداليه جميله عليك الكأس ايضا نعم آه ان شاء الله بالتوفيق آه في المجال المهني في الدراسات العليا ايضا آه قلت لي ماكش باش تكتفي يعني بشهاده المعهد على المحاماه بل باش تحاول تفتح افاق ارحب آه على العالم نعم. كيفاش بالنسبه لل تكون معناها فرصه آه لزملائك اللي آه في اختصاص القانون والحقوق احنا عنا فرص متاحه باش نكملوا دراسه الماجستير في الخارج آه ونجموا حتى فما بلدين مفتوحه باش المحامين التونسيين يعملوا نعم. ايكيفالونس يعملوا, و... يعملوا معادله او حتى يعديوا آه كونكور المحاماه في بلدان اخرى مفتوحه فلما لا نطمح نحو هذا ديما اللغات هي السلاح الامثل انه يكون عندك القدره اللغويه بالانجليزيه والفرنسيه وغيرها أي. ان شاء الله خاصة في... الانجليزيه خاصة الانجليزيه ان شاء الله في تونس على شليب يعني قريبا مناقشه رساله الماجستير بعدها نكملوا رساله الدكتوراه ودائما نطلب العلم من المهد إلى اللحد كما نعم. قال اسم. ونحن أمة أقرأ أول ما ورد في القرآن الكريم شكرا ليك لك المحامية الدارسة الأستاذة آية عشورة المتوجة بالمرتبة الأولى وطنيا في المسابقة الوطنية للمطالعة عن المكتبة الجهوية بأريانا متعددة ما زلنا مواصلين مع الاستضافات الأنغام الربط المباشر العناصر المسجلة المداخلات الهاتفية والفقرات والأركان القارة والفقرة اليومية القارة الأولى دائما هي رياضة للجميع صباح الخير صباح الورد بالفل والياسمين والطاقة الإيجابية إن شاء الله يا ربي نهاركم يتعدى مزيان 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 ومحلاه باش نبداو بخمسة دقايق ديتونت بوزيتيف فايب إي بيان ناتر. كيب سمايلينغ نتبعو بعضنا باش نهبط نحط الفيسي على القدم ناخذ الوضعيه هذه ونحاول ما نطلعش ثم ناس تطلع على خاطر ثم بروبليم تاع كرش ولا حاجه ما يسالش سوسي اما ليسونسييل نكون هابط لو ماكسيموم على القدم نتاعي باش نمد يديا بوزيسيون دو لوم نطلق يديا لو ماكسيموم القدام ونهبط راسي لوطا ونتنفس الوضعيات اللي باش نخدمهم اليوم خصوصا العباد اللي عندهم مشاكل في الظهر وعندهم مشكله في الرني راهو الرني اون بو لو تريتي صحيح الدواء مشكله فيه ونجم نوصلو لطف عليكم ساعات العمليه كان سايب رواحنا اما رانا نجمو نوقفوه ونحافظو على البدن نتاعنا خلي دايا زوز مطلقين القدام باش نمشي نطلق روحي القدام كبغاو نطلق راسي ثاني ونتنفس نخفق فيها نعاود بس روحي مليح لتالي ونزيد نطلق يديا شوية لقدام تتلقى روحك زدت سرحت على المرة الأولى نهبط مليح ونتنفس خرج ظهري لبرا ودخل راسي وقت ما تحب اثنين في حصة أخرى إن شاء الله مع بعضنا باش نخدموا لي زابدو لي زابدو للعباد اللي عندهم مشاكل في الظهر هتو في الحصة متاعنا ذيك تنقولها رياضية لي من خدمة متاع البطن للعباد اللي, اللي عندهم مشاكل في الظهر زيدك في كيف نفس الشيء على قد ما تبدا كرشك قويه على قد ما يبدا ظهرك مسنتر والمشاكل نتاع الظهر تنقص كل ما تبدا كرشك تعبى وكرشك منفوخه ولا كرشك معناها برشا غريس فيها وما تبداش قويه راهو الظهر من تالي يتعب اوتوماتيكمون كلهم فيرتيبرا اللي لي على بعضهم يبداو ينزلوا يخرج لك الديسك من بقاتو راهو كل شيء نجمو نعالجوه بالسبور راك تنجم تكون طبيب بروحك وما تلتجاش باش تاخذ لي انفلاماتوار اي لي زونتالجيك اي سورتو لي كورتيكويد ان نهاركم زين باي باي مواصلين في الاستضافات والاستضافه المره هذه آه طبيه بالاساس آه طبعا الطقس الشتاء آه آه جامبي وهذاك علاش حاضره بحذانا الدكتوره ريم البشراوي البصلي الطبيبه المختصه والاستاذه المبرزه بقسم امراض الانف والاذن والحنجره بمستشفى الرابطه صباح الخير صباحي دكتوره صباح الخير صباح الخير آه، نزلت نزله البرد ألت. ولا نسميوها احنا بالغريب. طبعا هي مش مقتصره على الشتاء تنجم تجي في أي, اي وقت اكيد اما اكثر في الشتاء كي تبرد الدنيا معناها هي اكثر اما تنجم تجي في الربيع في الصيف اما نحن نشوفوها خاصه بتغير الطقس كي تبرد الدنيا وكي تحرك الريح دونك وقتها الفيروس نتاع الجريب يبدا يتحير وتبدا القريب تكثر بين العباد ومن واحد لواحد تتعدى نعم. دكتوره قلت فيروس يعني هو مرض فيروسي هو القريب راهو مرض فيروسي راهو سيت... معناها فيروس دايوغ لهنا الميساج اللي نحب نوصله أي. راهو ما نداويوش القريب بالمضادات الحيويه راهو برشا عباد تلقى عند قريب تحب تقول لك ناخذ انتيبيوتيك لا معناها ما ناخذوش المضادات الحيويه وما ناخذوش ليزونتيبيوتيك باش نداويو القريب ما ناخذوش مضادات حيويه باش نطيحوا السخانه <applause> معناها المعلومات هذه ماذا بينا كان تكون, تكون للمواطن عامة والناس الكل تبدا في بالها بها. هي هي آه لكن السائد والدارج والمتداول انه هذا هو وخاصة انه يمكن حسب احصائيات نعرفها تنجم تكون غالطه تنجم تكون صحيحه، حكاية التداوي الذاتي هذه من اكثر الشعوب اللي معناها تقوم بها هي الشعب التونسي يحس بشويه اعراض معينه يمشي للصيدليه يقول له اعطيني كذا كذا دواء يعطيه الصيدلاني ويمشي على روحه. هذا بين مش منصوح به باش ما نقولوش كلام اخر. اي اكيد هو مش منصوح به وماذا انا في اي حاجه خاصه أو حتى نخش شوي من الجريب على المضادات الحيويه أي. حتى حد ما ياخذ مضاد حيوي ولا أنتيبيوتيك مهما كان. مهما كان من غير ما يكون استشار طبيب ولا كتبه لطبيب طبعا خاطر باش ندخلوا من بعد في متاهات وجوج تولي ما عندها مناعه ضد المضادات الحيويه ومن بعد ما نلقاوش باش نداوي بي. نرجع لنزلة البرد الموسمية كان صحة التسمية ولا الجريب قلت لي فيروسي يعني العدوى من العوامل ولا فما عوامل أخرى أي هي أكثر حاجة أكيد ينجم يخذها الملول مش حتى عدوى م من الهواء ولا من تغير الطقس فيروس يجي من, من يجي. أي مكان إن كان يدخل على طريق الأنف ولا م الفم معناها منين نعم. نفسه نحنا ومن بعد العدوى تنجم تصير بطريقة معناها سهلة برشا في ساعة دي دي ما تصير العدوى في الجريب تتعدى باليدي نعم. وتتعدى بتوسكي معناها لدين المصافحه ولا المصافحه والا تمس انت حاجه اي اي اي. وبعد يمسها حد اخر نعم. والا بالنفس زادت نجم تتعدى اللي هي معناها في فيسع ما يعبد ما يتعدى بالجريب اللي هي حاجه عاديه وما نجمش نخافوا منها يعني سهوله العدوى سهوله العدوى, المتاع العدوى المتاع اي هذاك علاش الوقايه طبعا بعد نحكيوا عليها مهمه ياسر في الجريب خاصه مع اشخاص معينين بالارقام ولا والاحصائيات اذا كان امكن دكتوره هذه الفتره من السنه اللي يكثر فيها الجريب ولا فما فترات اخرى في اول الشتاء ولا اخر الشتاء ولا خاطر ايه نلاحظوا توا بالحق فما ايه برشا ناس ام مرضى بالجريب في هذه الفتره بالذات اي اكيد الحق ما نحبش نعطي عدد غلط اما هي هذه هي الفتره نتاع نعم الجريب وهذيك علاش الحمله نتاع الفاكسان نتاع الجريب معناها ايه تبدا معناها من 17 اكتوبر حتى الاخر جانفي نعم هذاك علاش تبدا الحمله توا على خاطر الـ الـ البريود نتاع الجريب هي توا اي, أي. معناها شيء عادي انها باش تكون اكثر برسنتاج والتلقيح في هذا هذي. اولا الساعه آه يلزم يتجدد سنويا أي. مفعوله فوري اني حيني ولا اذا كان مرضنا بالجريب آه ديجا ما عادش يعطي مفعوله وتولي على مناعه بطبيعتنا بما ان صارت العمليه هذه ونقطة الثالثة في سؤالي هل هناك بعض معناها الأجسام اللي ما تتلائمش مع التلقيح هذا لحساسية أو لأمراض مزمنة أو غير مزمنة دكتورة؟ واضح. ألوغ الفاكسون تاع الجريب أه هو ساعة منصوح به لكل شخص فوق الخمسة 65 سنة. اول حاجه صحيح. اول حاجه وكل شخص حتى اقل من 65 سنه اللي عنده حاجات تخلي له الجريب نجم تتعكر <applause> <applause> آه كيما الربو اللي هو لازم ولا فما شكون يعاود تعيد لها الفده, الفده ناية ناية كيما امراض اخرى مزمنه تنجم تقسم المناعه كيما عافينا وعافيكم الله مرض السكري ناية ناية اي امراض اخرى اللي تخلي الانسان معناها هو مناعته هشه شويه والا الجريب تنجم تاثر فيه منصوح انه يعمل الفاكسام تاع الجريب الفاكسام الفاكسان تاع الجريب راهو مش معناها ماهوش باش يمرض والا معناها راهو راه ما عادش باش يعدي العباد راهو باش تجيه اما خفيفه ما تصيرلوش تعكرات أين على حد علمي انه ما فماش حاجه تمنع انه عبد يعمل فاكسان على الجريب بالنسبه للاشخاص اللي بطبيعتهم مثلا عندهم امراض مزمنه وإلا يخافوا بطبيعتهم عندهم طبيب مباشر ينجموا يزيدوا يستشيروا هذا هو اما على حد علمي ما فماش اي حاجه حساسيه ضد الجريب والا فما تعكرات صارت من الفاكسان بتاع الجريب نعم احنا في التمشي الطبيعي أيه. اي طبيب الاعراض الوقايه العلاج حكينا شويه على العدوى حكينا شويه على الـ الـ الوقايه قلنا الفاكسان من اهم العناصر المكونه للوقايه أه، الاعراض ظاهره ولو انه اللي يميت دكتوره وانت تعرف فما شويه شكوك في بعض الـ 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 الامور كما المتحور نتاع كوفيد, كوفيد. نجموا نفرقوا ما نجموش أه سيخت هو توا بالكوفيد وليتنا الناس كل عاشت عاشت الكوفيد وديما خايفه من الكوفيد هو راهو أه ما تنجمش تفرق خاطر الكوفيد هو قريب نعم والفاكسان نتاع الجريب راهو ماهوش هو بيدو الفاكسان بتاع بيدو. الكوفيد حي. معناها ينجموا العباد يعملوا لي دو فاكسان نجم. مع... اي, أي. معناه مش عمل فاكسان تاع الجريب يقولك لك نجم نعمل كوفيد ولا العكس لي دو فاكسان ينجموا يتعاملوا نعم ما تنجمش تفرق الحق أيه. معناه ساعات يقول لك جاتني غريب قويه هذه اكيد كوفيد نجم غريب عاديه جاتك قويه كيما تنجم تطلع كوفيد كوفيد ما نعرفوه كان بال... بالتحليل 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 هذاك أيه. اللي الناس كل توا هي ما. الحاجه الباهيه اللي صارت انهم تلموا العباد ولا تخاف تقول لك عندي كوفيد أيه. لاحظنا ان العباد ولا تاخذ احتياطاتها تفهم وتفهم زده. وتاخذ أيه. احتياطاتها وتقاه لابس الكمامه ويغسل دي أيه. يديه وخايف على افراد العائله نعم. اللي هي حاجه باهيه حاجه باهيه برشا أه دونك وهذيك تدخل في الوقايه غسل اليدين ونستحفظ معناها على عائلتي ونلبس البافيت اما باش تفرق الحق صحيح. اي آه آه طبعا الاعراض معروفه وظاهره لل للناس الكل. الاعراض معروفه وظاهره هي تنجم تطلع معناها سخانه، السيلان الانف، العطسين الكحه، تنجم فشله في البدن وتعب. نعم. السؤال ينجم ساعات يسال المواطن يقول لك اي وين وقتاش نعرفها خطيره مش خطيره؟ وقتاش نمشي للطبيب ولا مش نمشيش للطبيب؟ نعم الاكثريه انا باش نسهلها نقول لهم الاكثريه ثلاثه ايام لولينين عادي. باش تحس روحك فاشل ولا سخانه ما تطيحش اما اذا كان فات ثلاثة ايام اذا هكا كان فاتت السخانه ثلاثة ايام والا حسيت انت ماكش ماشي في تحسن وقتها بالحق نجمو نمشيو للطبيب ونعديو ونعدي اما بالنسبه للجريب ولا الكوفيد العلاج هو بيدو هذاك علاش ما نستحقوش باش نفرقوا وعندنا ثلاثة ايام هذوكم نجموا معناها العبد ياخذ فيها و... كنقول العلاج و العلاج هو بيدو نقصدوا ادويه بالضروره دكتوره اي نجم ادويه الادويه هي خاصه الاكثريه الادويه اللي باش السخانه معناها أيه. ده الادويه اللي باش تطيح السخانه شويه فيتامين سي مثلا تو نحن بلاد البرقدان وعندنا البرقدان صحيح صحيح, صحيح. والراحه زاده حتى هي راهو نعطيوها الاهميه نتاعها خاطرها زاده تعاون باش العبد في سماء يتحسن ويل نعم أه ودرهم وقايه خير من قنطار علاج قالوا الويقاية. اجدادنا قبل. أكيد أيوه أي. أنا نحب نلح على حاجة اللي هي بالكوفيد راهي تحسنا برشا أنا نشوفها حتى في المواطن التونسي وفي وفي معناها لي باسيون اللي يجيو بالحق أي نعم. واللي يلبسوا بافيت ويستحقوا لكن أنا نحب نلح معناها نتطرق حتى للزملائي معناها نتاع أمراض الأطفال البوس متاع الصغيرات هذه عادة متوسطية أصيلة باش ما نقولش عربية معناها بالحق أمان في الفترة هذه نحاولوا نستحفظوا سيغتو على حادثي الولادة البوس ولا أخوه خليه يبوسوا ولا ما نعرفش شكون هذا قريب متوحشوا مثالش الكلنا نحبوهم الصغيرات أما البوس بالحق عند حادثي الولادة نعم. ماذا بينا نتجنبوا هذا بالنسبة لحديثي الولادة وبالنسبة للأطفال عموما بالنسبة أيه. للنسكل معناها الكهول وال... وال... بالنسبة للكهول اللي, اللي عنده اعراض بريسك يستحفظ على روحه معناها هتو... توا من غير اعراض أيه. يعني, يعني بس ما أيه. ربما يتوقع من ال... من نزلة البرد الموسمي اي هو دي. غسل اللي دي اكثريه نحن مانيش خاطر زاد الهدف زاد ماكش عبد باش تعيشوا في صندوق هكايا اكيد باش يخالط العباد وباش يعيش وباش يمرض عادي وان شاء الله يبرى ويقوم لاباس اما نخاف على جبت على حديث الولاده ولا العباد زاد الكبار في السن خاطر مازلت المناعه هشه نتاعي نعم هذاك علاش وتوا لا معناها سي لا سيزون دي برونكيوليت هذية. معناها اللي يجي الالتهاب نتاع النفس عند الصغيرات والاكثريه هو فيروسي في اكثر الحالات نعم هذا هو معناها مجمل ما يمكن قوله فيه الجريب ولا نزلة البرد الموسمية نخلي لك كلمة الختام دكتورة من عرش تحب توجهها في شكل نصائح ولا... رسالة ولا كيف تحب؟ والله أنا نشكركم ساعة الاستضافة العفو هذا واجبنا أه وجوست حبيت نقول لهم راه ما تخافوش من القريب عادي, عادي باش تمرض بالقريب معناها عادي جدا حتى اللي عامل بكسان فما راس في دكتورة فما راس عادي جدا <applause> راهو عادي أنه في الشتاء لازم نمرضوا على الأقل مرة بالقريب راهو عادي وما نخافوش نحاولوا نستحفظوا على عائلتنا الكبار في السن اللي, اللي, مرض مرة ينجم يعاود أه المرأة الحامل اللي مرض مرة ينجم يعاود ما مرضت فقط عندي مناعه. حتى كان عامل فاكسان يقول لك شبيني نعم انا عامل فاكسان ومرضت مرتين عادي راهي الفاكسان خليتها بجاتك خفيفه. وان شاء الله لاباس الناس الكل وان شاء الله في مكان الخير وكذا شكرا لك الدكتوره ريم البشراوي البصلي الاستاذه المبارزه. في امراض الانف والاذن والحنجره بمستشفى الرابطه تحياتي من خلال لكل الاطباء ولكل الإطارات الطبيه والشبه الطبيه وكل العاملين في قطاع الصحه العموميه بالذات العموميه بالذات العموميه بالذات <applause> آه نواصل مع آه الفقرات والاركان والاستضافات ومع الانغام ايضا مع آه مرسل خليفه منتصب القامه أمشي منذ اليوم الأول من طوفان الأقصى ونحن في اليوم التاسع والثمانين كانوا حاضرين معنا سواء في الأستوديو ولا عبر الهاتف العديد من الأسادة الأفاضل الجلاء المحللين السياسيين والإعلاميين اللي يتميزوا بتحليلهم وبتحبسهم لفلسطين ومنهم في الحقيقه يعني تعود به جمهور الوطنيه الاولى وخاصه مشاهدي صباح الفل والياسمين الاستاذ مصطفى بورزامه دخل معنا عديد المرات بالهاتف لتحليل الاوضاع والاضافه القيمه في كل ما يتعلق بطوفان الاقصى وبالقضيه الفلسطينيه عموما جاءنا من الجزائر وسعداء باستقباله بيننا صباح الفل والياسمين استاذ صباح الخير وتحيه طيبه الى كل الشعب التونسي والى واليك انت خاصه والى كذلك اخي ابو بكر رئيس التحرير نعم. والى كل والاخت ناس العامري ايضا اكيد, أكيد. تحيه طيبه الى كل فريق العمل نعم. وتحيه فوريه وتحيه لها شجون المقاومه الى الشعب الفلسطيني الابي نعم. من هنا من بلد المقاومه تونس من بلد المقاومة تونس ومن بلد المليون ونصف المليون شهيد الجزائر طبعا الأستاذ مصطفى بورزيمة هو أستاذ بكلية علوم الأعلام والاتصال بالجامعة الجزائرية أستاذ نبدأ من البداية وإلا من حيث آلت إليه الأمور وهي المعطيات الجديدة التي دخلت على الخط ومنها التفجيرات والاغتيالات من اين تريد ان اكيد انه نتكلم عن الاغتيالات هذه نعم. الاغتيالات هي عقيده عقيده جرائم بالنسبه للكيان الصهيوني نعم. كان في اول اغتيال كان في سنه 1944 الى اغتيال بريطاني الذي لم يرد ان يهجر اليهود الى الى فلسطين وهذا نابع من انه هذا البريطاني يدرك الادراك على انه فلسطين هي دوله قائمه بذاتها ولا يمكن ان يستطيع نعم. ان يستطيع اليهود هناك نتكلم نتكلموا على كذلك منذ 72 ثم لم تخلو سنه اغتيال الكونت برنادوت المبعوث الاممي في القدس السكرة. انذاك اغتاله الصهاينه اكيد ثم سلسله طويله ثم سلسله منذ 72 فيه. الى يومنا هذا لم تخلو سنه الا واغتيل فيها احد قيادات الفلسطينيين هذا المعطى الذي استفدنا به منك منذ سنه 72 اغتيال الاديب الفلسطيني الكبير غسان كنفاني أكيد. والعديد من ال القيادات والمناضلين الفلسطينيين سنويا لم تخلو سنه كل سنه نعم الا ويغتال شخصيات نتكلم كذلك على اغتيال العلماء نعم. علماء الذرة مصريين عراقيين تونسيين نعم. من كل جزائريين الى غير ذلك هذه الاله الاجراميه للمصاد التي تشتغل في كل عواصم لم تخلو عاصمه اوروبيه الا واغتيل فيها فلسطيني داخل العواصم الأوروبية خاصة نحن نتكلم على باريس نتكلم على لندن نتكلم على روما نتكلم نعم. على برلين إلى غير ذلك أظن أنه هذه العملية الهمجية التي يقوم بها الكينسوني الصهيوني وهو يعني يحول ي... هو لا يريد أن يواجه الحرب وأنتم لاحظتم كيف أنه الكينسوني الصهيوني هزم شر هزيمة من طرف سن... كتاب شر هزيمة نعم. و... اين 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 يفرغ ذلك الغضب؟ يفرغه على النساء والاولاد والعزل. واضح، سنعود الى الهزيمه استاذ ولكن لماذا انتظر الكيان كل هذا الوقت يعني 88 يوم تقريبا للبدء في عملية الاغتيال خارج فلسطين المحتلة طبعا اغتيال القيادي أو رقم اثنين في القيادة نعم. الفلسطينية للمقاومة حماس صالح العروري, العروري. رفقة العديد من الشهداء الأبرار لماذا انتظر الكيان الصهيوني كل هذا الوقت؟ شوف باش ن... باش نتكلموا بكل جدية نعم. أنه 7 أكتوبر لم يكن يتوقع رغم أنه كانت هناك معلومات استخباراتية على أنه هناك عملية تحذر نعم. ولكن لم يكن لم يستسر الكيان الصهيوني هذا الهجوم واراد الان وهو تكلم عندما تكلم المجرم نتنياهو عن تصفيه قيادات حماس <applause> هم يريدون تصفيه قياده حماس لماذا يريدون افراغ القياده ال... قياده قياده حماس لانه هؤلاء القاده هم من يعطون ال... يعطون ال... الحماس للشعب الفلسطيني الحماس حتى للمقاتلين اذا كان تكلم على انه قيادات حماس يجب ان تقتل الان عمليه ممنهجه عن طريق مساعده الولايات المتحده الامريكيه بالطبع ما. مساعده استخباراتيه يقتلون في جنوب لبنان وأنتم تكون حساسيه الوضع هناك قصف متبادل ما بين حزب الله وكذلك الكيان الصهيوني، يريدون كذلك تشتيت الصوره، لانه الان الصوره كلها مركزه على غزه وعلى شعب غزه، والدليل على ذلك كل المسيرات التي حدثت في العالم في لندن وفي الولايات المتحده الامريكيه وحتى في في فرنسا الى غير ذلك، يريدون آه. تشتيت الصوره لانه انت تدرك حساسيه الموضع، لو حتى نذهب بعيدا اخي زياد، نذهب الى التفجيرات التي حدثت البارحه في ايران في ايران, في إيران. كذلك لها علاقه وانتم تدركون انه الكيان الصهيوني هو كالاخطبوط له عملاء في كل البلدان وهو يدرك ولولا هؤلاء العملاء لما استطاع هذا الكيان الصهيوني ان يتحصل وأن يستولي على الأراضي الفلسطينية العزيزة على قلبنا نتكلم كذلك على عسكريا هو هزب نقف نعم. عند هذه النقطة أكيد. أستاذ ما هو تحليلك للوضع على المستوى العسكري وما الذي يعني أنا هنا أضع نفسي وإن كان هذا صعب شوية في موضع المحايد ما الذي يدل على أن الكيان معناها بصدد. تلقي هزيمة عسكرية غير مسبوقة أكيد لأنه بعبع الجيش الذي لا يهزم نعم. وأنا أشك حتى في 67 حرب 67 وحرب 73 أشك فيها لأنه كيف الجيوش عربية مكتملة يعني يتغلب عليها نعم. جيش يعني غير مختلف هو في 73 آه. رغم كل أن ما يمكن أن يقال فيه آه. آه أنور السادات رئيس المصري من 70 إلى 81 واحد 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 آه يعني تاريخ اغتياله في 6 أكتوبر قال انا الان في اليوم السابع او الثامن من الحرب سنه 73 قال انا الان احارب امريكا لا احارب اسرائيل أكيد. ولذلك لا لا استطيع المواصله والدليل على ذلك وجود بارجتين بحريتين نعم. في في المنطقه باكملها الولايات المتحده الامريكيه تحمي تحمي الكيان الصهيوني نعم. تقريبا 200 اكثر من 280 طائره تحمل اسلحه وتحمل قنابل الى الكيان الصهيوني منذ بدء العمليه البريه اظن انه هذا نعم. شيء بل لم يسبق الأمريكية أن تجاوزت الكونغرس في منحها للاسلحه لانه يجب المرور حسب ما يمليه القانون عبر, الامريكي. عبر, عبر الكونغرس الامريكي المره هذه اه. وقع تجاوز وقع تجاوز لانه اللوبي اليهودي قوي جدا داخل الولايات المتحده الامريكيه نعم. وانت كنا تكلمنا في الكواليس حول استقاله نعم استقاله رئيسه جامعه هارفارد المرموق وتعلم أستاذ أن هارفارد هي من أعرق الجامعات الأمريكية وربما الطبقة السياسية بالرؤساء كلهم و... يمرون عبر, عبر, عبر هارفارد واحتجاجات الطلبة ومساندتهم للقضية الفلسطينية كلف رئيسة جامعة هارفارد العالمية المرموقة الاستقالة. الاستقالة الاستقالة لماذا لأنها لا تريد أن تكون تحت يد الصهيونية العالمية التي نخرت نخرت شوف نخرت الامم المتحده ونخرت نعم. مجلس الامن ونخرت اليوم حتى محكمه العدل الدوليه التي اليوم تتحرك فيها جنوب افريقيا وتحرك فيها بعض الدول المنتميه الى هذه المنظمه كي تستطيع ان تحرك دعوه نعم. للنائب العام حول نعم. آه يعني شكوى لهذا الكيان الصهيوني الذي يقتل واستباح الاطفال والنساء والرضع وكذلك الشيوخ نتكلم اليوم العملية ممنهجه العالم كله ساكت ولكن الشعوب لم تسكت الحكومات سكتت وأخرسها ربما براغماتيتها مع هذا الكيان الصهيوني نعم. لأنهم يتحكمون في البنوك ويتحكمون في كل شيء في العالم باش يكونوا واضحين ويجب الآن أن الدول العربية أن تدرك تمام الإدراك على أنها يجب أن تتحرك تتحرك من باب ماذا لأن هناك شقين أخي زياد هناك الشق الذي لا يجب أن نسكت ويجب دائما أن نساعد الشعب الفلسطيني حتى بأضعف الإيمان إن صح القول يعني بحصص مثل هذه الحصص التي تقومون بها، نتكلم حول شبكه التواصل الاجتماعي يجب ان يكون صوتنا قوي، نعم. ونتكلم على شيء ثاني يجب ان يدرك الشعوب ان تنميتها المحليه نعم. هي من تصنع قوتها، امنها الغذائي، امنها ال... امنها الاستراتيجي، الاستراتيجي، نعم. كل هذا يدخل ضمن مقارعه نعم هذا الكيان الصهيوني نعم الذي نعم تغلغل في نعم جميع الدول نعود الى الدور الموكول للشعوب وساسالك عن مواقف المواقف الشعبيه الغربيه وحتى الاطلسيه وهنا استعير للمره رقم يعني 10 عباره سعاده السفير هائل الفهوم سفير فلسطين في تونس الذي يقول الدول الاطلسيه التي شعوبها وقفت موقفا لاول مره غير مسبوق لكن سالتك عن ده ده مؤشرات الهزيمة العسكرية للكينسوني ما الذي يدل على أنه مهزوم عسكرياً أستاذ؟ شوف المسافة صفر. نعم هذا فتح جديد يا اخي كيف ذلك المقاوم الفلسطيني نعم. الذي لا يرتدي حتى بدله عسكريه صحيح بدله يعني مدنيه نعم. ويذهب الى تلك الدبابه او ذلك المدرعه ويضع فيها تلك القنبله اللي هي ياسين 105 او قنبله اخرى وتنفجر وحتى يعني كيف انه يراقب الجنود الكيان الصهيوني عن مسافه قريبه جدا وهم لا يدركون هذه دلاله اخرى على ان هذا الجيش هو جيش يعني هش جدا نعم. ربما انه حمايته من طرف البريطانيين والفرنسيين والامريكيين، نتكلم على شيء اخر اخي زياد وهو كيف لجيش يخرج من المعركه منهزما ويحتفل، يحتفل لانه لم يمت يحتفل بالهروب يحتفل, يحتفل بالهروب هذا دلاله اخرى على انه الجيش الاسرائيلي هو بعبع يعني بين قوسين كلمها بالجزائر نعم. كسروا روسنا بهذا البعبع نعم. ولكن ربما عندما ربما المشكله في اليقين والعقيده والايمان، انت تدافع عن وطن عن دارك عن بيتك عن ارضك وهو يعني كما قلنا في مكالمات هاتفيه سابقه هذا رئيس الوزراء البولندي بالتسميه الانجليزيه او بولوني كما نقول في المغرب العربي وكلهم يعني ما من 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 خلف الجبال من خلف الجبال شوف حتى الاغتيالات على فكره نرجع لك الى نقطه مهمه جدا أيوة. حتى الاغتيالات كانت اغتيالات حتى لليهود لل... داخل اوروبا لكي يجبروهم على ال... نعم. على الترحيل إلى... لتخويفهم تخويفهم لكي ير... ترحيلهم واستيطانهم في فلسطين نعم. نتكلم كذلك على شيء مهم جدا هذا ال... هذا الشعب الفلسطيني هناك حرب ما بين الحق والباطل يا زياد نعم. عندما نقول الحق بمعنى أنت على حق معناه عندك عقيدة وعندك تمام اليقين على أنه ما أخذ بالقوة لا يمكن لا. أن يسترجع إلا بالقوة يعني هذه المفاوضات وهذه هذه المفاوضات التي ربما نكست رؤوسنا في الوحل من من باب أنه هذا الكيسون يريد أن يلعب دائما تحت الطاولة ويريد أن يستخدم عدة منظمات عالمية ويستخدم هذه الكيانات ويستخدم هذه الدول التي اليوم جون كيربي اليوم المتحدث باسم باسم الكونغرس الأمريكي يتكلم على أنه آه آه الآن هذه الفصائل الفلسطينية فصائل إرهابية وهو لا يدرك الإدراك على أن أن هذه الفصائل الفلسطينية تدافع عن أرضها وت... وهي ثورية هي عندها فكر ثوري بل ربما يدرك ويغالط ويغالط لأنه نعم. يريد أن يحول الحديث هو, هو أكيد. أستاذ مصطفى جورج واشنطن محرر بين ظفرين أمريكا وأول رئيس لها كان في نظر المستعمر البريطاني إرهابية إرهابية لأنه أكيد يقاوم من أجل يقاوم حرية الوطن أكيد نعم هذا يجب أن يقال للأمريكان وهم الآن على ذكر هذا الكلام أنا أردت أن أسألك عن الموقف الشعبي نعلم أنه في بن ما يسمى وهذا أثبت زيفه ديمقراطيات هي لا ديمقراطية ولا شيء الغربية للرأي العام حضور كبير في الموقف السياسي ولكن التحركات الشعبيه واغلاق الجسور واغلاق الاوتوستراد او الاوتوروت او طريق السيارة في لوس انجلس ويعني الموقف الذي اتخذته قوى القوى الحره الامريكيه وغيرها الاوروبيه يعني شعوب تحرك تحركات غير مسبوقه لماذا باستثناء بلجيكا واسبانيا وسبان. تقريبا لماذا لم يؤثر ذلك كما كان يؤثر في القرار السياسي الاطلسي هو شوف مثلا في فرنسا قد اثر في 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 بالنسبه عرب. بالنسبه نعم. ولكن اثر نعم. وهذا شوف الشعوب كلها تريد انا كنت في هنا في اوتيل هنا في نعم. في, في, فندق. في فندق والله كنت مستعجب من فرنسي وانجليزي يعني لابسين يعني لباس فيه تحرير فلسطين نعم. يعني كنت مبهود جدا نعم. هذه الشعوب التي هي تواقة إلى الحرية وهي تدرك تمام الإدراك على أن هذا الكيان الصهيوني هو كيان ينخر حتى شعوبهم اكيد وهم لا يريدوا لهذا الكيان ان يسترجعوه آه الى بلدانهم لانه هم آه يمولون أفعيل... اله الحرب يعني دافعوا دا الامريكان الضرق... وغير الامريكان آه. يمولون اله الحرب والقتل التي تقتل الاطفال والنساء والشيوخ في فلسطين آه. ويدركون ذلك آه. الامريكي يعرف يعني بالنسبه وال... وال... والقلم آه. والورقه كم يدفع من مرتبه الشهري للكيان آه. الصهيوني للكيان كذلك نتكلم على نتكلم أه زياد على شيء مهم جدا وهو شبكات نعم. التواصل الاجتماعي التي فضحت نعم. لأنه, لانه كان هناك تعتيم اعلامي أكيد. من طرف القنوات الكبرى ومن طرف الجرائد الكبرى تعتيم اعلامي كبير جدا ياتي وزير خارجيه سابق او ياتي مسؤول في الخارجيه الامريكيه او في او في المسؤول في الخارجيه البريطانيه ويكتب مقالا في الواشنطن بوست او في الـ في الـ في, الـ في, الـ في, الـ في الموند الى غير ذلك بينما الان شبكات التواصل الاجتماعي استطاعت هذه الشبكات ان تفضح كل المخططات المخططات للدول العظمى التي تريد ان تتحكم لانه زياد يجب يجب ان نذهب الى ما هي الاستراتيجيه التي تريدها الولايات المتحده الامريكيه ومن يسبح على على نحوها سنعود للاستراتيجيه استاذ لكن لك كما قلت لك لماذا لم يؤثر الى حد الان تقريبا الا نسبيا كما قلت في فرنسا وهناك مواقف مشرفه الموقف الاسباني والموقف البلجيكي لماذا لم يؤثر ليه؟ لهذه الدرجه الكيان ولوبياته معناها متغلغله في دوائر القرار اكيد لانه لو زياد الكيان متحكم في البنوك في, في الاموال لا. متحكم في حتى في التجارة, التجاره البحريه متحكم حتى في المنظمات الدوليه لو تلاحظ زياد المنظمات الدوليه لم نسمع لها ولا كلمة ما نعم. عدا بعض المنظمات الحرة التي ربما تكون هنا أو هناك نعم. في بعض الدول مثل ما ذكرت في, في, في نيويورك وفي باريس وفي لندن وهذه الشعوب هي تواقة للحرية هي تدرك تمام الإدراك على أنه ما يتعرض إليه الشعب الفلسطيني نعم. تقتيل الأطفال يعني هذا الشيء لم نره من قبل نعم. تقتيل الأطفال بشكل رهيب جدا بشكل ومنهج. العزل الشيوخ كذلك تحطيم التحتي البونة التحتية يعني البارحة فقط في مدة مدة زمنية قليلة جدا 14 في في مكان و10 في مكان 24 شهيد في مدة لا تتجاوز ساعة أو ساعة ونصف هذا دليل آخر على الوحشية التي يتعامل بها وكل مقومات الحياة يعني فقدت تقريبا معناها بالكامل في قطاع غزة من ماء من دواء من وقود من غذاء من مستشفيات شمال غزة نعم معرض نعم إلى المجاعة نعم, نعم. 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 نتكلم نعم نعم في الأمراض والأوبئة إلى, و... إلى غذاء لو تلاحظ هناك تقارير يعني النفايات بشكل كبير جدا وهذا يعطي او سيسبب امراض الكوليرا وامراض يعني حتى اشياء يعني ربما تجاوزناها في الزمن ولكن اعادها الكيان الصهيوني المجرم الى غزه، نتكلم على شيء مهم جدا الشعوب ذات البعد الانساني، نعم. نتكلم على البعد الانساني لهذه الشعوب التي تدافع هي تلغي كل الايديولوجيات وتلغي كل الديانات ولكن هي ترى ذلك الفلسطيني ذلك الانسان الذي يتعرض الى الى القتل والى نعم. التهجير ولكن للاسف هي في واد وطبقتها السياسيه الحاكمه وحكوماتها وادارتها لانه كما تعلم اكثر مني استاذ يقال الاداره الامريكيه ويقال الحكومات الحكومه في العالم أكيد. في واد الان المقاومه ال أكيد. الوضع الراهن يعني حوالي ألف شهيد أشهد. في 89 يوم اكثر من ألف مصاب دمار يعني تقريبا شبه كلي كل ل القطاع وما يحدث في الضفه ايضا تطرقنا له في احدى المكالمات الهاتفيه نظرا لان الانظار مسلطه على على قطاع غزه فان ما يحدث في الضفه من اغتيالات ومن عربده للمستوطنين ومن اعتقالات وغيره ربما لا يحظى بتغطيه اعلاميه كافيه استاذ. أكي اكيد لانه قطاع قطاع او الضفه الغربيه كذلك هي مندمجه في هذا في هذا الصراع ومندمجه في هذه في هذا التحرر ان صح القول نعم وهناك رجال احرار في في الضفه الغربيه، يريدون كذلك تحرير القدس المحتله وتحرير كذلك او على الاقل يقومون بعمليات يقومون بعمليات من هنا لكي ينقصوا الضغط على على غزه. طعم. طعم. نتكلم على ال هذا ال هذا, ال هذا الشعب الفلسطيني هذا الرجل الفلسطيني وهذه المراه الفلسطينيه اليوم طعم. التي هي مثال للمقاومة ومثال كذلك للتضحية مثلما ضحت تونس وضحت الجزائر من نعم. أجل استغلال تكلمنا وفيتنام وغيرها من شعوب التواقع للحرية يعني الشهداء رحمهم الله, رحمهم الله ونحتسبهم مع الصديقين والأبرار في أعلى عليين ونترحم عليهم وهم أحيانا عند ربهم مرزقون ولكن ضريبة الحرية غالية جدا هل هل. كما قلنا أستاذ في أحد المكالمات الهاتفية بيننا وأنت تذكر الجزائر كانت تعتادها ثمانية ملايين سنة أربعة وخمسين يعني استشهد منهم مليون ونصف يعني رقم ما فقط في سبع سنوات في سبع سنوات ونصف, ونصف يعني من 54 ل 61 والفيتنام ثلاثة ملايين وتونس كما ذكرنا في ثلاثة أيام بنزرت هناك أرقام تصل إلى حد 5000 شهيد في 19 و 20 21 جويليا سنة 61 يعني يجب بذل الغالي والنفيس في سبيل تحرير الأوطان. الحرية لها ثمن. نعم طبعا ولكن أردت أن أسألك هنا يعني سؤالين، السؤال الأول بالنظر إلى المعطيات الجديدة من اغتيالات وتفجيرات التي تحدث وأيضا لا ننسى اليمن. أولا هل ستتوسع الحرب؟ ثانيا هناك آراء تقول أنه. إن فقدت فلسطين ولا نقول المقاومة أو غزة أو حماس إن فقد أو إن ضيعت فلسطين هذه, هذه الفرصة الفرسة. فإنها لن تعود ثانيةً نبدأ. بي هل ترى انه هناك يعني مؤشرات تدل على ان الامور ستتطور يعني بشكل اسوا وتتوسع دائره الصراع الى المستوى الاقليمي وربما العالمي لانه ابعد ما يكون يعني الصراع الان في الصين وفي روسيا وفي غيرها ليس في في غزه هو صراع عالمي بامتياز وان كان مسكوت عن, عن هو ذلك صراع استراتيجي لانه نعم. شوف لو تلاحظ الحوثيون في اليمن اليوم يقطعون الطريق امام كل الناقلات التي نعم. تذهب الى اسرائيل. نعم اليوم شو... لو تلاحظ طلعت... يعني ناقلات فقط الولايات المتحده الامريكيه مع 12 دوله قرارات بضرب الحوثيين. نعم. والشعب الفلسطيني على بعد حجر على بعد حجر فقط من من هذه المنطقه ولا يتكلمون عنه النساء نتكلم كذلك الصراع الخفي وهذا كنت تكلمت عليه حول الاستراتيجيه للولايات المتحده الامريكيه تريد ان تقطع الطريق على الصين وعلى روسيا وعلى بعض الدول التي كذلك لها تحالفات مع الصين واظن انه هناك صراع خفي داخل البريكس ربما نذهب بعيدا اخي زياد لكي لا. نستطيع ان نحلل جيدا هناك صراع داخل البريكس ما بين الهند وما بين الصين لا. الهند تريد طريق الحرير اللي خاص بها ويدخل ضمنه الكيان الصهيوني اللي من أجل إنشاء قناة بنغوريون إلى غير ذلك تحويل آه هذه الملاحة البحرية أو الملاحة البحرية إلى آه تستفيد منها الولايات المتحدة الأمريكية وتستفيد منها آه الكيان الصهيوني ويستفيد منها الهند الصين تريد آه أن آه ربما تدخل ضمن هذا الصراع اللي هو طريق الحرير الذي يمر من تلك الحقبه، هناك بعض الدول العربيه التي طبعت كما قلت سابقا تحت الطاوله وفوق الطاوله في الظلام وفي وفي النهار، تريد كذلك ان تقطع الطريق على هذه الدول لانها تحذو حذو الولايات المتحده الامريكيه وهذا ما ربما نراه من تطبيع ما بين هذه الدول وما بين الكيان الصهيوني نتكلم كذلك على شيء مهم جدا هذه المنطقه كان تكلم بن غوريون في يوم ما على اذا اردت ان تتحكم في هذه المنطقه نعم. فيجب ان تتحكم في ثلاث دول مهمه جدا او تحطم هذه الدول هي العراق وسوريا ومصر, ومصر. اشكور شا... واضحين ولكن هو لم يكن يدرك على ان العالم العربي يتطور والعالم العربي فيه ثوره داخل كل إنسان عربي حر أتكلم على كل إنسان عربي حر, حر يريد فيه ذيك تلك النخوة العربية وفيه ذلك البعد الديني الإسلامي الذي هو الدين الإسلامي يعني لم يكن في وقت من الأوقات الا منفتحا على الثقافه الاخرى محاورا للاخر هناك يعني بعد استراتيجي للولايات المتحده الامريكيه تريد ان تفرضه على هذه المنطقه والايام المقبله سوف ترى أن هناك هناك بعض القرارات التي سوف تصدر من طرف الاداره الامريكيه اللي هي اداره بايدن مش مشكون واضحين لانه داخل الولايات المتحده الامريكيه كذلك هناك صراع والدليل على ذلك نعم. انه آه الذين الذين الذين, الذين هم متطوعون نعم. في حمله بايدن اليوم نعم. استقال الكثير منهم نعم. لانهم يرون أن ما يقدمه بايدن هو عار على الولايات المتحده نعم. الامريكيه، ولو ان الولايات المتحده الامريكيه عندما استقالت كانت الجزائر هي اول الدول التي التي امضت على استقلال الولايات المتحده الامريكيه، نعم. كانت ساعدت الولايات المتحده الامريكيه وكذلك الدول العربيه في وقت من الاوقات ولكن اليوم يرد لنا هذا هذا الجميل ب بالاساءه على الشعب الفلسطيني نعم. وعربد على العالم العربي. اذا هل هل ببساطه وبوضوح هل ستتوسع ل... هل سيتوسع الصراع؟ هل شوف هناك شوف هناك, هناك, سيناريو هناك سيناريو هن الصراع الاول نعم. انه سوف يتوسع الصراع في المنطقه، ما. لانه ما حدث البارح في ايران هو دلاله اخرى على نعم. انه هناك عمليات اغتيال وعمليات تفجيرات تحدث هنا وهنا والتفجير الحقيقه يعني الحصيله نتاعو من اكبر, من أكبر ح... معناها من اكبر ل... 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 ما ما حدث يعني تجاوزت الحصيله ل... ال100 قتيل. مائة خط... مائة خط... آ... معناها ظاهر الايادي التي يعني هم عملاء الكيان الصهيوني نعم. عملاء نعم. عملاء السي اي اي في في, في, في في ايران بكونوا واضحين انه نعم. هذا الامر لا يمكن له ان يحدث الا اذا كان اذا, هناك إذا, إذا كان, آه. كان هناك أيدي خفيه آه وراء الشيء الثاني وهو انه السيناريو الولايات المتحده الامريكيه هي الان في صراع حكومه نتنياهو مع الاداره الامريكيه هناك صراع نعم. حول الولايات المتحده أرادت ان تسحب حاملة الطائرات من الشرق الاوسط لانها تدرك تمام الادراك على انه هناك شيء يحدث الحوثيون هناك كذلك حزب الله في المنطقه لا تريد لهذا الصراع ان في خاصه اننا في سنه انتخابيه اكيد سنه انتخابيه وكذلك اذا اذا انتشر الصراع بين هي الامريكيه تاريخيا استاذ وانت تعلم تتفادى خوض الحروب في السنوات اللي الاخيره بعد نعم هزيمتها في افغانستان نعم هزيمتها في 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 في, في العراق. الصينيه وحتى في الهندس 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 العراق الصينيه قبل في فيتنام وبعد هزيمتها في افغانستان وهزيمتها في العراق في العراق مليون بيب. عراقي يقتل ولا يتكلم ولا عربي ولا يتكلم ولا انسان نعم. العراق اليوم محطم اذا على... ليس من حسب رايك ليس من مصلحه الولايات المتحده أكيد. الامريكيه ان ان يتطور او يتوسع الصراع السؤال الثاني الذي طرحته عليك هو هناك من يقول وهذا من جديد يعني سمعنا هذه الاراء منذ ايام اذا ضيع الفلسطينيون أكيد. هذه الفرصه بكل الامها وبكل تضحياتها وبكل خسائرها آآ آآ وان كانت هي يعني خسائر نحتسبهم كما قلنا عند الله شهداء فانها لن تقوم لها قائمه الا بعد مده من الزمن طويله, طويلة جدا, جداً. نعم. انت تتفق مع هذا أكيد أكيد. لماذا شوف نتكلم باش نزيد لاننا يجب ان نستطرد التاريخ نعم لو تلاحظ نحن في الجزائر مده من 1832 الى 1954 نعم كانت هناك حركة سياسية كان هناك نضال ربما من هنا هناك نعم كانت هناك آه، ثورة, شعبية, ثورة شعبية ولكن عندما توحد مثل التي قادها الأمير عبد القادر الأمير عبد القادر ولا تذكر أحداث سطيف أيضا المجزرة الكبرى 845 45 ألف, 45 ألف في يعني يوم واحد. جزائري ماتوا في مدينة صغيرة تقريبا آه. نسبيا انذاك هي ستيف يعني حاجه ستيف الم... وقلمه نعم نعم جرائم مستعمرية فظيعه يعني ارتكبها المستعمر الفرنسي في الجزائر وفي تونس وفي المغرب وفي افريقيا اكيد شوف زياد لماذا اذا ضيع اذا السؤال اذا ضيع اذا ضيع في لن تعود. وكان وكان شوف الرئيس عبد المجيد تبون كان نعم. اعطى آه ان صح القول اعطى تاريخ نعم. الى المقاومه الفلسطينيه قبل قبل آه انعقاد الجامعة الدول العربيه في الجزائر نعم. في سنه 2022 نعم باش العربيه كان اجتمع او آه اجتمع مع الفصائل الفلسطينيه نعم. وكان الصوره التي ربما كان يريد رئيس تبون ان يسوقها آه اذا اردتم فعلا ان تنتصروا على الكيان الصهيوني فيجب ان تتوحدوا نعم ولا يضرب بعضكم بعضا. أه تقول انه في هلش... 54 توحدت القوى الوطنيه تحت... الجزائريه تحت, تحت... راية حزب الجبهه نعم. التحرير الوطني وتحت راية كذلك نعم. جيش التحرير الوطني نعم. الذي من مثل خلاله... الحركه الوطنيه التونسيه التي توحدت من اجل مقاومه الاستعمار وغيرها الوحدة. من الحركات الوطنيه الوحدة. الوحدة, الوحدة, هي الوحده الوحده هي الشيء الأول. الشيء الاول نعم. الشيء الاول يجب ان تتوحد الفصائل الفلسطينيه كلها وهدف الواحد فتح هو الى, الى 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 ثم الى الذهاب ثم الذهاب الى ما يسمى الجهاد المسلح اللي هو الحركه المسلحه كما فعلت الجزائر وكما فعلت تونس كذلك نعم نعم الى الجهاد وهذا ما يحدث الان ويجب ان يصبر الشعب الفلسطيني لانه نحن ذقنا من هولات الاستعمار وذقنا من التقتيل والتجير شوف هناك مداشر كامله فرنسا وبينه. استعملت نعم. استعملت سياسة الأرض المحروقة وهذا ما تستعمله يستعمله الكيان الصهيوني كذلك يجب تدوير القضية يجب التحرك الدولي التحرك الدولي هنا نتكلم علي بعض الدول التي آه آه عانت من الاستعمار مثل جنوب افريقيا ومثل آه فيتنام ومثل دول الامريكا الجنوبيه نعم يجب الان ان تتحرك القضيه الفلسطينيين يجب ان يتحركوا على المستوى الدولي وقوى وال الحريه, الحرية والدول الداعمه يعني المواقف المشرفه مثل تونس والجزائر ايضا يجب يجب ان تحاول المزيد من أكيد. من التحركات والجزائر في 2024 سوف تعتلي يعني وقعت غير دائم في, المجلس الامن نعم. ويجب ان يستغل الفلسطيني وجود معنا. الجزائر وهذا نحن هو اخر ما حدث أكيد. في مجلس الامن استاذ وانت تعلم معناها الشكوى اللبنانيه الدبلوماسيه الرسميه بالكيان الصهيوني في مجلس الامن لكي نختم استاذ لقاء ممتع ومشوق معك ولكن تعرف الوقت يعني وما زال امامنا العديد من الاستضافات والفقرات والاركان القاره لكي نختم ماذا نقول انا ولا الحديث بقي لكن لنا لقاءات ان شاء الله أكيد ربي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله والله سعيد جدا اني متواجد ونحن في هذه القناه أستاذ. المحترمه جدا نعم. متواجدي لعب. معك لعب. ومع مع كل فريق العمل واخي نعم. ابو بكر كذلك الشيء الثاني انا رساله الى الشعب الفلسطيني لا يجب ان ان يعني تثني هذه هذه القرارات يجب ان يكون مقاوما نعم. ويجب شوف في بعض الاحيان لكي لكي تحرر نفسك يجب ان أن أن تضحي بالنفس في بعض الأحيان تضحي حتى بنفسك، نعم. لماذا؟ تضحي بنفسك لكي يعيش الجيل القادم، لكي نعم. يبني يبني وطنا حقيقيا استشهد أو سقيا بدم الشهداء وعندما وتمشي مفتخرا وما أروع ذلك كما منتسب الوطن منتسب القامة أمام الشعوب لأنك ابن الثورة ولأنك حررت وطنك بيدك هذه الى وكذلك رساله اخرى الى الشعوب العربيه يجب ان تتحرك وكذلك الى الدول المطبعه يجب ان تدرك سياتي اليوم الذي سوف يأتي الصهاينة إلى بيوتكم وسوف يستعمرونكم استعمارا وسوف يذلونكم إذلالا أظن أن هذه الرسالة إلى المطبعين يجب أن إعادة الحسابات واضح شكرا. شكراً لك الأستاذ مصطفى بورزامة الأستاذ بكلية علوم الأعلام والاتصال بالجامعة الجزائرية تحيتنا لك لكل الأشقاء في الجزائر ومن الجزائر أينما كانوا في العالم للزملاء العالميين والأكاديميين والأساتذة الأجلاء إن شاء الله في في لقاءات قادمه نهدي لك هذا النغم بصوت جاره القمر فيروز في البدء كانت الكلمه والكلمه سبقتها الى صباح الفل والياسمين الاستاذه الشاعره لميا آه علوي صباح الفل والياسمين استاذه. الورد وتحية للمستمعين الكرام في مشاهدين. المشاهدين والمشاهدين الكرام. التقطت يعني عن بعد وانت تبارك الله صوتك شجيء، آه اذا آه كيفاش سبقتك كلماتك الى صباح الفل والياسمين استاذه؟ انا كنت ضيفه قبل هنية نعم. وبعد كانت عندي اغنيه ملتزمه أيوة. كانوا ضيوف عندك انت تلامذه من من معهد سبيتلا. سبيتلا نعم والأسياد. تحيه لهم تحيه كانت, كانت يعني كانت اغنيه ملتزمه نعم اذا يعني مسيره ولكن فيها شيء مميز هي انك يعني شاعره بالعاميه ولا والفصحى أيه. انا حاولت اني نجمع ونكون نعم. جامعه وهذا شيء نادر تقريبا نسبيا اي فما قله قله باش يجمع بين الفصيح والعامي قل آه هي حكايه الشعر راهي آه الانسان تاتيه معناها هكاك آه تنزل عليه معناتها من من الوحي من الالهام من كيفاش بدات والله انا اول يمكن اول قصيده عمري 14 سنه وشاركت بها اي كانت محاوله حاول نقرا نعم. وقتها حاولت نعم. إن حاولت نكتشف ذاتي في في قصيده وفعلا نجحت وكنت خذيت بها جائزه وقتها انا ذاك وقتها اي انا ذاك في, نعم. في دار ثقافه خذيت بها جائزه في دار ثقافه ب دار ثقافه جبل الجلود اللي هي, هي حونتي نعم دار ثقافه جبل الجلود تحيتنا لاهلنا في جبل الجلود لكل مشاهدينا آه. من هناك اينما كانوا اذا مسيره شعريه معناها ثريه فيها العديد من المحطات لو تلخص ابرزها واهمها استاذه شاركت في عدة مهرجانات دولية نعم مصر، الأردن، لبنان، المغرب، الجزائر نعم تونس كل الولايات أعتقد زرتهم أي. كتبت السيناريو كتبت الاغاني اللي هي ملحنه عديد يعني عندي عديد الاغاني ملحنه عامي وفصيح نعم والتجربه هذه جديده ان شاء الله تكون ناشح. التجربه جديده نتوقفوا عندها شويه استاذه أه التجربه الجديده هذه انا بما اني عملت بحوث عده في في التراث التونسي نعم والاغاني اللي هي تربط بين احنا بما اني انا خاطر عملت بحث على ولايتي انا م -م. من من الجسري. الجسرين أصيلة ولايه الجسرين طبعا عملت بحوث مش بش بش نعرف الاغنيه اصلها منين خطر. فما في الكافي يقولوا اغنيه على أي؟ اغنيتنا وفي أغنية حدودنا كافية. اللي نعم. الأغنية الكافية الكافي في حدودنا في الجزائر الحدود اللي هي غادي كذا يقولوا اغنيه فما اغاني تلقاها تتغنى على ثلاثه في ثلاثه اماكن او ولايات وكل, أو وكل نعم. منطقه تنسبها, تنسبها لنفسها نعم أه بعد هالبحوث يعني مثلا الموضوع الاهم واللي وصلت له اللي الاغنيه ما تنجمش تحدد لها مكان. فك الوقت نتيجه مهمه نعم ما تنجمش تحدد لها المكان خاطر هما في الوقت هذيك فما فما الرحل فما الارتحال نعم اي وفما الناس اللي تجيك من الجنوب الاماكن هذيك بما انها ثريه بالقمح والشعير يجيو نعم. وبالمرعى نسميهم نعم. المرعى نسميهم هطايا قبل طبعا الهطايا الهطايا هذوم هما اللي ينقلوا لياخذوا بقايا المحصول وليسوا فلاحين اصلي يجيبوا المنطقه. يجيبوا البل نتاعهم ولا ي... قوافل الجمال. القوافل يبقوا في المنطقه هذيك وينتقلوا. هي صوره اصلا يعني شعريه جميله لو تتخيليها ويتخيلها المشاهدون يعني القوافل الاتيه من الجنوب الى ربوع الوسط الغربي والشمال الغربي الخصبه. والانتصاب هناك وتنشا قصص حب وتنشا يعني تنشا قصص حكايات جميله وحلوه باش تعرف نعم قصه الأغنية حلوه وحتى الموسيقى وهو باش يرافقك الفنان عازف الناي سي بشير بن جوهره تحيتنا ليه صباح الفل سيرشيد سيرشيد بن جوهره تحيتنا ليه صباح الفل ولي ياسمين مرحبا بك اذا معناها الحقيقه حتى ال كل ما هو فن شعبي، كل ما هو موسيقى، كل ما هو تورات ينشا من ظروف نتاع تلاقي بين مختلف الجهات ومختلف المستويات الاجتماعية، منذ ذلك العهد السابق. إذاً طبعاً ما نفوتوش الفرصة إلا وأنك تمتعنا بالبعض من إبداعاتك أوه. أستاذة. بمرافقة العازف الفنان رشيد بن جوهر هذه هي غنيها سي جمعي العماري نعم خاطر احنا باش نعملوا ان شاء الله عرض متكامل أي. اللي حاولت نكتب بالطريقه هذيك القديمه انا محبش. بما اني عندي كتبت انواع وال... الكل تقريبا نعم. هذه اول مره نجتهد باش نخدم الطريقه اللي قديمه اللي الكلمات حتى حاولت ناخذ كلمات قديمه نعم. باش يكون طريقه عارف... تعود الى القرن التاسع عشر ولا ما قبل ذلك وستير. حتى قبل قبل. حتى قبل ذلك حتى قبل نعم. حتى الطريقه اللي هي اللي احنا عندنا الملاليه مثلا القصرين عندنا انواع ممتعة غناء ثم الملاليه ثم العروبي ثم كذا عملت, عملت يكون وحاولت ناخذ من المناخ من الطبيعه من الحب من الغزل من الحكمه نعم. لل... من الجبل من الخضره من, 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 الت... من الاتساع نعم. حتى هو شوف حتى نفس قبل طبعا طبعا نفس في الغناء كي تبدا ارض منبسطه امتداد أي. <متداد> بطلاقه اكثر صحيح. كي تبدا مرتفعات تولي الاغنيه الاغنيه ريت الريتم نتاعها يسرع سريع نعم. خاطر هما يبدو يمشوا ويطلعوا يبداو يبدو طالعين يتسلقوا ويغنيوا نعم <متداد> آه <متداد> الموسيقى ارتبطت بالمكان وبالاتساع وبالارتفاع وهذا نسمع الان استاذه بعد اذنك طبعا تفضل البل البل هزت وفجت وحمولها وحمولها تنحي الضيقة قالت للصحراء قالت للصحراء نقبل يزيني يزيني من من جبال فريقة والسعي والسعي لا بيحضر راعيها راعيها شاح شاح ريقة ناولفي ناول في كفاه يغدر وفي القلب وفي القلب ما قدرت نطيق مدام 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 كشفت الحقيقة كتمت كتمت جرحي ما بيت نهضر والقلب والقلب صدات على هيمان هيمان الباسي هيمان والغين كدر وانا ونا الباسي صفيقة حكم ربي كم حكم ربي وقدر ما كنت مكنت راسي شقيقه لا شربت لا شربت دواء لا شربت دواء يخضر ولا جرحي ولا جرحي ولا جرحي قدرت قدرت نطيق أستاذة يعطيك الصحة العازف الفنان رشيد بن جورة إذا قلت لي العرض هناك عرض في المستقبل قاعدين نحضروا فيه يعني لو نكتشف شويه منه معناها تحكينا على ابرز ملامحه ومكوناته واذا كان ثم مواعيد او يعني معطيات متعلقه بالزمان والمكان متاع العرض او سلسله العروض ما سالش ناخذوا عليها فكره إستاذ هي احنا نحضروا له تويك ما تعرف فما أي. اوراق فما تقديمه نعم ما طبعا وشي. طبعا اما في المهرجانات باش يتقدم ان شاء الله يكون موجود في الصائفه اي مكونات وعناصر و... و... العرض موجوده فيه انا أيه؟ في القى نعم. وموجود فيها خونا بعزف الناي نعم. وسيد جمعي العماري كيف بالموسيقى ومعنا طبقه بابلي باش هو ياخذ لي نتاع اللي نعم. باش أيه. الوحده هذيك نوعية نتاع نعم. الاغاني. بالاضافه للشعر بما انك ابنه الثقافه ودور الثقافه عندك طبعا اهتمامات ومجالات نشاط اخرى أوه. استاذه. اي بالطبيعه نعم. عندي كل يوم خميس مثلا انا مشرف على نادي في اتحاد المراه بتونس العاصمه. نعملوا لقاء شعري امسيه شعريه في نعم. كل نهار خميس أنا كما قلت لك من من اول شهر. في مقر مقر اتحاد, اتحاد المرأة في تونس المدينة في تونس المدينة نعم معروف المقر ايه الاصدارات اصدرتي يعني دواوين وغيرها اي عندي ثلاث دواوين ثلاثة دواوين وان ولا بالفصحى؟ لا لا فصيح فصيح العامية جاي العامية <applause> جاي جاي هي العامية ظهر لي تجربة متكاملة معناها فيها العرض المتكامل معناها الشعري والموسيقى والعزف والغناء باش نختم استاذه اذا كان حاجه جخرة تحب تسمح أنا. اي هذه قصيده ايضا قصيدة. من نفس الاجواء نتاع من نفس الاجواء ونفس متاع نعم ونفس التلاقي نتاع القوافل مع يعني الصحراء بالجبل وبالغابه في الوسط الغربي مش نرجع شوية وحتى الأجواء تويك الأجواء اللي موجودة في العالم العربي وفي الأوضاع وفي الوضع الأوضاع الحالي الوضع الحالي الوضع الفلسطيني ما, ما ينجمش يعطيك باش تغني أغاني هكا طبعا أي. لا حتى الظرفية باش تحكم فيك اللي أنت ترجع للقديم وتغني خاطر تلقى فيها الأغنية تلقى فيها المأساة تلقى فيها الحروب تلقى فيها القوة تلقى فيها على تعبير على كل, تعبير على كل الأوضاع. موجود أكيد. في الوضع أكيد. هذه تويك الراهن نعم نسمع أستاذ أه. تفضل شكرا حليت حليت الابواب وسريت في البر وخطي لا خفت لا خفت لا قلت مليت في ظلام مجهول عديت البحور عديت البحور شقيت عشوك ما بكيت ومحال ما قلت فديت بالرغم في القلب فدت وكتمت وكتمت للصراط وزهيت تناسيت ما نسيت منسيت. نسيت الهموم الهموم ورضيت والحزن درت والحزن درتا مخدة جرعت جرعت من المر تسقيت قديش عانيت وقديش من الحمل هزيت وقديش من الحمل هزيت استنيت استنيت الفرج بعد بعد الشدة جاوبت جاوبت بالحزن رديت وبالصوت كفيت وصبرت والخير سويت والخير سويت ما لقيت للفعل ضد واربت وربت الباب وربت الباب حليت الجرح غطيت ثنايا الصلح مديت في الطريق في الطريق لحفير صدى غفيت 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 في حلمي شفيت والوجايع داريت تفكرت تفكرت ضيمتي أنيت تفكر ضيمتي أنيت وجايعي وجايعي تزداد تزداد حدا الوجع يسكننا ويحضرنا في كل وقت وحين بما نشاهد في فلسطين الحبيبة يعني أستاذة أنت أحسنتي الربط بين ما يحدث وحتى موروثنا الشعري الحقيقة فيه العديد من المعاني التي تنطبق على كل زمان ومكان مشكورة جزيل الشكر أستاذ نخلي لك كلمة الختام أيضا مشكورة للعازف الفنان رشيد بن جوهرة تفضل إن شاء الله يا رب يكون الانتصار الغزة إن شاء الله. هذه هي الكلمة النهائية والكلمة اللي يتمناها كل تونسي ويتمناها كل عربي كل حر في العالم أيضا وتحياتي للفرسان البواسل اللي تحية حب وتحية ود وكونوا صامدين على الدوام وقبلة بطبيعة على جبين أي تونسي طوي كي يشاهد فينا شكرا لك الأستاذة لمياء علوي الشاعرة والكاتبة أيضا بالعامية والفصحى أيضا العازف الفنان رشيد بن جوهرة مشكور على المرافقة الجميلة بالنا إن شاء الله في لقاءات قادمة وفي مواعيد قادمة وإن شاء الله تجينا باش تحكينا على العرض الجديد ومواعيده والفضائيات اللي باش يحتضنها إن شاء الله في قادم الأيام. آآ بعد آآ مقطع قصير من أوبيرات الحلم العربي يكون حاضر آآ معنا آآ زميل العزيز خالد اليعقوبي والكوتش مكرم الحزقي فقرتنا الرياضية القارة. فقرتنا الأسبوعية الرياضية القارة هي الحقيقة للرياضة نصيب بشكل يومي في صباح الفل لكن الفقرة اللي يكون حاضر فيها معنا محلل ومدرب وكوتش من طراز رفيع كما الكوتش مكرم الحزقي مسيرش خالد بديت به بعد صباح الخير كوتش صباح الخير خير 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 زياد تحية حبيت نميز بين الفقرة والفقرة معنا مكرم يستحق كل خير بالحقيقة شكرا مشكورين وانا سعيد ديما بالتواجد في قناة الوطنية هذا لا شك ولا اختلاف تحية ليك وتحية لخالد اي قدم لنا خالد ترح تحية المتميز الصحفي الرياضي المتميز والانيق زاد يا آه، تبارك الله عليه خالد تحيه لكم وتحيه لكل متابعي ومشاهدي القناه الوطنيه اينما كان نعم وما شاء الله خالد يعني وين تحطوا تلقاه وقايم دور كبير في في البرنامج معيش. تنسيق عام وغيرها من, من الادوار خالد مرحبا بك مجددا مرحبا آه، تحيتنا ليك معيش. ومن خلالك للزملاء الكل اللي كلهم معنا قائمين بمجهودات كبيره ياسر باش يامنوا ساعتين البث المباشر يومين الرياضه وما ادراك الرياضه وخاصه خاصه كرة القدم خاصة كرة القدم كما قلت زياد صباح النور ساعة كيف متابعينا بالفعل معناها البارحة تتويت جولة الحسم نجم نقولوا من المرحلة الأولى للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نعم باحت بأثرها بالنسبة للمجموعة الأولى وعرفنا شكون ثلاثة فرق اللي فازت بنقاط الحوافز نحكيو على مباراة مستقبل سليمان والنجم الساحلي النجم الساحلي كان انتصر خارج الديار 2-1 أيضا نحكيو على الأولمبي البيجي والنادي الإفريقي للمباراة اللي تلعبت في تبرقة مكرم وفات واحد بلاش واتحاد بن قردان لقاو في خمسة بلاش اكتساح الفريق بن قردان في, في, شو... في واحد في شوط واحد ايضا يعني بالنسبه للمجموعه الثانيه التعادل كان حسب مباراه الترجي الرياضي ونادي البنزرتي هدف لهدف نادي صفاقس والاتحاد المناسيري ايضا التعادل السلبي 0-0 صفر صفر. ونجم المتلوي مستقبل مرسى اول انتصار لمستقبل مرسى في البطوله منذ الوطنيه بداية منذ بدايه البطوله منذ بدايه المرحله الاولى للبطوله الوطنيه لكره القدم هدف بعد 12 جوله معنا زيد 12 جوله بعد 12 جوله المستقبل مرسى قوي مستقبل مرسى نحكيو على الارقام القياسيه قلنا كيفاش المدرب الفرنسي جيرو قعد 42 سنه مدرب دون انقطاع باستمرار لاوكسير والان هذه 12 جوله دون انتصار ظهر من القامه القياسيه. سي. يعني. انتصار وحيد زياد لمستقبل سليمان نعم. وانتصار وحيد لمستقبل المرسى والزوز من ضايلين الترتيب في المشاركتين الاثنين باضعف خط دفاع وباضعف خط هجوم نعم. وهما معناها في المركز الاخير من حسن حظهم نظام البطوله الموسم هذا اسعافهم ما نعم. بين قوسين بتواجدهم وب معناها خليهم يلعبوا مم. المرحله القادمه لتفادي الهبوط خاطر ما فهمش سقوط الي في نعم. على غرار الموسم الفارق على غرار الموسم به نمشيو للبدايه ما كنا نحكيه على مباراه مستقبل سليمان والنجم الساحلي وانتصار ثمين للنجم الرياضي الساحلي خليه يفوز بالثلاث نقاط حوافز في المركز الاول الحقيقه ما النجم الساحلي رغم كل الانتقادات رغم الظروف الماديه الصعيبه رغم المنع من الانتداب متمركز في المركز الاول في صحيح. المجموعه صحيح الفاز الاول هذايا تسجلوا فيه 172 هدف زياد في المجموعتين <applause> 84 في المجموعه الاولى و88 في المجموعه الثانيه سته فرق المتواجده في معناها مرحله تتويج من اجل المراهنه على اللقب هي الارفع قيمه تسويقيه معناها في في الدوري التونسي واكثر الفرق خمسه الاولانيين هما اكثر الفرق المتوجين بلقب البطولة في تونس منذ الاستقلال <applause> التراجي ب 17 مليون يورو فاصل هو في المركز الاول النجم الرياضي الساحلي بعشرة مليون يورو فاصل كذلك في المركز الثاني الفريقين الاثنين الموسم الفارت البطل والوصيف الموسم هذا متواجدين في المجموعه كل فريق هو معناها بطل المجموعه الحاليه الى حد الان. المساله ماليه واقتصاديه، يعني قداش توزن ماليا في الساحه الرياضيه والوزن هذا يوازي او ترتيبك في البطوله. المهم جدا سبحان الله الفلوس <applause> مهمه زياد، <applause> الامكانيات الماديه مهمه لكن نعم. مش كل شيء ولا نا خير مثال في تشيلسي الانجليزي صحيح. رغم الاموال ورغم الانتدابات موجود في المركز العصر في البريمير اه شيء مش شيء ديما الفلوس البريمير النادي الافريقي في المركز المركز الثالث ب فاصل مليون يورو، المركز الرابع النادي الرياضي الصفاقسي ب 7 فاصل، المركز الخامس الملعب التونسي ب 6 فاصل، والاتحاد المونستيري كذلك ب فاصل. الفرق هذه الاتحاد المونستيري والملعب التونسي هما افضل خط هجوم في المجموعتين، النادي الرياضي الصفاقسي افضل خط دفاع في المجموعة نتاعو وفي معناها الفرق المتأهلة لمرحلة تتويج ولكن أضعف خط هجوم كذلك حتى في المواجهات المباشره مع الفرق صدر الاثنين في المجموعه نتاعو خذا كان نقطه امس فريق مع الاتحاد المنستيري انهزم ذهب واياب مع التراجي. وكذلك انهزم مع الاتحاد المونستيري في مباراة الذهب مكرم أعطانا نزول يحوص عام أيه. الجولة خاصة أننا عجبتني القيمة السوقية المالية باش نعرفوا بالعملة التونسية نضربوا في 3.3 معناها بال بالمليم التونسي 17 مليون أه أورو معناها حوالي 55 مليار من مليماتنا تقريبا صحيح والترجي هو معناها في تونس لول لكن في الشامبيونز ليج يجي تقريبا الرابع من بعد معناها من بعد الأهلي المصري الأهلي لول داونس والوداد الثالث والترجي الرابع مش يقولوا تي ما زامبي عنده برشا فلوس ما مكرم وخالد بدا يسترجع عما كان عليه سابقا لك في السنوات الاخيره قبل نعرفوا مويز مو... هكا صحيح. يعني صحيح. في طي وقت مال. طيارات خاصه والديامونت وكذا في صحيح. وقت ما نعمل شويه تدخلات نتاع جو معناتها افريقي في ال... في الفقره اذا المباريات خالد كما حكينا مستقبل سليمان النجم الساحلي انتصار الثمين للنجم الرياضي الساحلي مكرم عز بها الصداره نتاعو في المقابل اولمبي الباجي والنادي الافريقي انتصار للنادي الافريقي ايضا خليه يفوز بنقطه الحوافز في المركز الثالث صحيح النجم الرياضي الساحلي الاول مهما رغم الانتقادات اللي طلبته النجم الرياضي الساحلي ممنوع من الانتدابات النجم الرياضي الساحلي في ظروف مالية صعبة النجم الرياضي الساحلي بطل تونس الموسم الفرد النجم الرياضي الساحلي الهدف الثمين اللي سجله مع الفريق السوداني خلى حظوظه وافرة في المرور إلى الدور القادم في الشامبيانز ليج النجم الرياضي الساحلي يدخل معناه مرحلة تتويج بثلاثة نقاط حوافز النجم الرياضي الساحلي متصدر رغم الانتقادات الانتقادات اللو على لاعبين صحيح ادائهم مرتقاش الى مستوى الانتظارات خاصه لاعب التجربه ولاعب الخبره وأخص بالذكر ثلاثي المقدمة اللي ما حتى إضافة إلى النجم الرياضي الساحلي وهنا نخو... نخص بالذكر بونغونغا مهاجم محترف أجنبي بذلك معناها معناه ب... ب... بقيمة معناه نقولوا أحنا مالية معناه يخلص بالعملة الصعبة ويكون أداؤه بذلك المستوى نقطة استفهام زد على الشماخي والعبدلي الشماخي اليوم النجم الرياضي الساحلي ولا يلوج في البدائل من ضمن البدائل وهو معناه اللاعبين الشبان نتاعو قاعد يعطيهم فرصة في الهجوم وما نعتقدش أقل مستوى من الأداء اللي قدموا فيه اللاعبين أصحاب الخبرة والتجربة. صحيح نحكيوا على مباراة الأولمبي الباجي والنادي الأفريقي وانتصار الثمين للنادي الأفريقي. الانتصار الثاني على التوالي للنادي الأفريقي رغم معناه بعد بتاع بعد إقالة مدربه سعيد السايبي إثر هزيمة الدربي ضد الملعب التونسي، النادي الأفريقي حقق المهم، النادي الأفريقي ربما كان معناه جمهوره والرأي العام ينتظروا فيه باش يمر إلى مرحلة تتويج ربما بظروف أفضل. ولكن حقيقة الميدان وتراجع الفريق ومستوى وأداء اللاعبين في الأسابيع الأخيرة نهيك في زوز مواجهات معنا مباشرة النادي الأفريقي مع النجم الرياضي الساحلي ما انتصرش عليه لا ذهاب لا إياب ولم سمي. ينتصر على الملعب التونسي لا ذهاب ولا إياب الأولمبي الباجي التغييرات وعدم الاستقرار والزاد البشري والإدارة والمدربين رغم أنه الموسم الفارط كان من بين أفضل الأندية الموسم هذا كان قريب في مرحلة ما للتواجد في مجموعة التتويج ولكنه تراجع لعدة آه. أسباب اللي ذكرتها. رغم البداية الطيبة للأولمبي الباجي معناها، تغيير المدر... يعني... الإدارة، التفريط في اللاعبين، هذه عادة ولات كل موسم، أكيد النتيجة ما تنجمش باش <applause> تكون ممتازة. والتفريط حتى في الملاعب كابتن مكرم وخالد، لأنه نعرفوا ملعب باجة من أفضل الملاعب، إي ملعب وجمعلك خاصة على مستوى العشب، لما حالة تبرقه زاد يحكيوا عليه الملعب وبرشا طربوسات. في تبرقه الفريق المنتخب الموريتاني والمنتخب السنغالي كان عم ناول تذكر خالد في مداخله مباشره لزميلنا أه أه احسن الكريم من من من, من تبرقه اصبح مركز معناه من من يستقطب أه فرق كبيره كبات زياده اللي مشات للجزائر نعم. في الشان الموسم الفار 9 نعم. اكثر من 90% ولكن تربصاتها كانت في السؤال يطرح نفسه بما انه المباراه جرات في في تبرقه البارح أه شبيه ملعب باجه والملاعب نتاعنا معناها ديما فيها اشكاليات تعيق معناها سيانة. التطور الرياضي عموما وكرة القدم بشكل خاص نفس الاشكال زياد الاولمبي الباجي كان يلعب في ثلاثه في ثلاثه ملاعب تقريبا نعم. يلعب في ملعب بوجمع الكميتي وبعديك الصيانة تسكر هي. ايضا نحكيو على ملعب مجاز الباب مباراه الفارتة لعب في كان و... في وقت ما في حتى حتى في بنزرت حتى في بلزرت 15 اكتوبر 15 اكتوبر يعني 15 اكتوبر ماهيش 100% معناها وراه ما بيزيد راه الاولمبي الباجي لو انتصر في المباراه الفارطه ضد اتحاد بنقردين لكن الفارق بينه وبين النادي الافريقي نقطتين فقط وتبقى حظوظه كامله للجوله صحيح. الاخيره حيح. للجوله الاخيره صحيح نمشيو للمباراة الثالثة في المجموعة هذه اتحاد بن قردان لقاو في القفصة وانتصار ثمين وكبير لاتحاد بن قردان تبارك الله معناها الحصيلة الهجومية فجأة الرأي العام أم خمسة أهداف في الشوط الأول تقريب السيتي وليفربول الموسم هذا معناها القوة الهجومية الضاربة وما من تسجيل معناها خمسة أهداف طواف القفصة نقطة استفهام الفريق رغم اللي تحسن شوية في الأسابيع الأخيرة لكن يلقى روحه في وضعية صعبة مطالب بتفادي الهبوط بالرفع من مستوى مجموعته اتحاد بن قردان مع الأولمبي البيجي يدخلوا بأربع نقاط حوافز مهمة جدا أربع نقاط حوافز في مجموعة تفادي الهبوط أربعة للمعنى لأصحاب المراكز الأربعة ثم خمسة أصحاب المراكز الخامسة ياخذوا ثلاثة نقاط, ثلاثة نقاط. واثنين نقاط معناها الزوس آه السادس والسادس, آه الخامس والسادس. والسابع والثامن بطبيعة الحال بصفر نقاط صحيح هاو كان نعطيه الترتيب نتاع المجموعة الأولى النجم الساحلي في المركز الأول 25 نقطة تاليه الملعب التونسي والنادي الإفريقي مناصفة ما بعدها 24 نقطة لكن فرق الهدف المقبولة والمدفوعة ما بينتها في المواجهات ما بينتها مزود تلعب لصالح الملعب التونسي المركز الرابع اتحاد بن خمسة 15 نقطة الأولمبي الباجي في المركز الخامس ب 14 نقطة، قوافل قفصة في المركز السادس ب 12 نقطة، ومتذيل الترتيب مستقبل سليمان كما قلنا ثلاثة نقاط فقط. النادي البنزرتي كذلك يدخل بأربع نقاط حوافز، نادي البنزرتي المو... الموسم هذا سبقتني انت انت سبقتني كنا باش نحكيو على المجموعه الثانيه في <applause> افكارك يا خالد الترجي الرياضي ونادي البنزرتي إيه السرعه مطلوبه سحيح. في كره قدم اكثر برشا من قبل صحيح التراجي الفريق الوحيد الذي لم ينهزم في سحيح. بطوله هذا الموسم في, في المرحله الاولى في المرحله الاولى بطبيعه الحال حقق 32 نقطه من 36 ممكنه زياد 10 انتصارات وزوز تعادلات التراجي معناه متصدر النادي البنزرتي والحقيقه تقال فريق شاب يعول على مجموعه معدل اعمار نتاع لاعبي نادي البنزرتي 23 سنه اصلا معدل اعمار سامحني مكرم المقاطعه في البطولة في البطوله كان 23 سنه و 4 اشهر نادي البنزرتي بالضبط 23 سنه و 4 اشهر ماهر الكنزاري قاعد يقوم بعمل كبير الاستراتيجية نتاع النادي واضح انتدابات حسب الامكانيات وتعويل كلي على لاعبي معناها النادي البنزرتي حتى المنتدبين معناها كاجانب ما همش اسماء كبيره النادي البنزرتي قاعد يحضر ويخدم في فريق للمستقبل حسب امكانياته راه حاليا ماشي في الطريق الصحيح وانت ما كلمت تحكي على ماهر الكنزاري شنو رايك في التصريح اللي كان ادلى به البارح في بعض الندوه الصحفيه ماهر الكنزاري كان تقدم البلاتوات الرياضيه ان شاء الله ما نكونوش احنا, منه. لا احنا عطل منش عطل منهم احنا مانيش منهم احنا ما بيناتنا نحن نقولوا الحقيقه لا لا خط التحريري نتاع القناه الوطنيه الاولى واضح وخاصه برنامج صباح الفل والياسمين لا نقلل ولا نقزم ولا نقلل نحن ال 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 زياد الموضوعية ما هو اللي يخلى باب ما لا خوفا ولا طمعا ولا نطالبين سبونسورينج ولا نطالبين استشارات ولا نطالبين آه اشهارات ولا اموال ولا غيره معناها الحمد لله يا ربي ماشيين بما يرضي الله ومكتفين بما انعم الله به علينا من آه ميزانيه تمكنا آه ان نقدم البرامج ومن شهريات بسيطه نتاع موظفين في القطاع العمومي وربي بارك لنا فيه أكبر. خالد ماهر آه. الكنزاري راهو كان واضح قال بعض خال بعض معناها المتداخلين في الراي معناها في الراي العام بصفه عامه وبعض معناها المحللين قصد خال معناها بالغوا في التقزيم والتقليل من بعض الكفاءات معناها كسوة اللاعبين والا المدربين هذا كلام معقول وكلام منطقي جدا وما قالش الكل مير كانزاري خال بعض صحيح مكرم في نفس المباراة خلينا نزيد نحكي وحادث البارح مؤسفة صارت المدرب المترج الرياضي طارق المدرب الخلوق المتربي لمس أخلاقي القاسي والدين بالنسبة معنا معنا ما فيه. صحيح جمهور ترجي يمثل القوة الضاربة في الفريق جمهور ترجي صحيح. كثيرا ما ساند ودعم فريقه بالحضور وباقتناء كل منتجات النادي وبالاشتراكات وهو اللي عنده الرقم القياسي. الرقم القياسي لكن في بعض المباريات كان ما بين قوسين سبب من الأسباب اللي ما خلتش النتائج تكون أفضل في دوري الأبطال بحكم تسليط عقوبات من الكاف وخرج على النص امس بعض الفئه القليله جدا اللي هاجمت طارق ثابت بذلك الطريقه مرفوض وغير مقبول لا شك ولا اختلاف صحيح نحكيه على المباراة الثانية في المجموعة هذه النادي الصفاقسي والاتحاد المنستيري ونهاية المباراة بتعادل سلبي. النادي في س... شريط مردود النادي الصفاقسي. النادي الصفاقسي هو الحقيقة تقال تراجع مردوده في الأسابيع الأخيرة، قلت لك ضد زوز فرق في مواجهات مباشرة خذاك النقطة فقط، النادي الرياضي الصفاقسي صحيح عنده خط دفاع ومنظومة دفاعية يعرف يدافع لكن هجوميا قليل وقليل جدا، النادي الرياضي الصفاقسي المجموعة اللي عنده لازم يدعمها ولازم يرفع من المستوى حتى يتمكن باش يفرح أنصاره حتى يقدر باش يكون من أحد ثلاثه مراتب الاماميه في مرحله التتويج اللي تضمن له مشاركه قرية الموسم القادم ليس بنفس هذا الاداء وليس بنفس المستوى اللي حبوه جماهير وعامة وجماهير الكره في تونس صحيح نحكيوا على المباراه الثالثه في المجموعه هذه نحكيوا على مباراه نجم المتلو مستقبل مرسى واول ثلاث نقاط كما كنا قدمنا بدايه الفقره الرياضيه نتاعنا لمستقبل مرسى صحيح نقاط الحوافز المتلوي تقريبا يدخل بثلاثه نقاط حوافز مستقبل مرسى اول انتصار بدا يشرع مستقبل مرسى في التحضير لمرحله تتويج بمعنى مرحله تفادي الهبوط بتوقيع للاعبين اصحاب تجربه وخبره منهم الهداف في الموسم الفارد الكمرجي العائد من, من تجربه في الاردن زد على ذلك بعض لاعبي التجربه ممكن يساعدوه وانه باش بطوله اخرى بعد فتره الراحه وكل شيء قابل للتغيير وربما الوجه اللي شفنا به المرسى او سليمان والمتلوي بنتاجة وبن قردان ربما يكون أفضل في مرحلة تفادي الهبوط صحيح مكرم كان نحكيه على الترتيب نتاع المجموعة الثانية هذه الترجي الرياضي في المركز الأول ب 32 نقطة الاتحاد المنستيري في المركز الثاني ب 26 نقطة نادي السباقسي في المركز الثالث ب 20 نقطة وثلاثة ذوما فرق ضمنوا نقاط الحوافز بالنسبة للترجي ثلاثة والاتحاد المنستيري زوج نقاط الحوافز ونادي السباقسي نقطة واحدة نادي البنزرتي في المركز الرابع 16 نقطة نجم المتلوي واتحاد التطاوين في المركز الخامس مناصفة زوج مع بعضهم تسع نقاط ومتذيل الترتيب مستقبل المرسى خمسة نقاط فقط صحيح خالد مجموعة معناها إن شاء الله مجموعة تتويج يرتقي فيها المستوى إلى الأفضل نهيك الموسم الفارت وإلا نظام البطولة يزيد ما هوش هذا الضام للرفع من كرة قدم التونسية نهيك الموسم الفارط مرحلة تتويج تقريب شهدنا مقابلة باش تبقى في بال كل الرياضيين هي مباراة الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي في شوط منها أغلبية المباريات مرتقاش فيها المستوى إلى المأمول آه بعض الفرق كذلك إن شاء الله إحنا معناها نوفروا كل الظروف ويكون معناها نقولوا إحنا العدل بين جميع الفرق باش الناس كل تاخو حقها معناها كي نقولوا إحنا تطبيق القانون على الجميع ما فيش داعي اللي فرق معناها تتمتع بأفضلية على فرق أخرى نفس الشيء كسوة في مجموعة تفادي النزول كسوة في مجموعة التتويج. صحيح مكرم من الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم نمشيو للمنتخب الوطني التونسي اللي باش يخوض زوج مباريات وديه الاولى ضد موريتانيا والثانيه ضد الراس الاخضر تقريبا البارح جديد على مستوى المنتخب الوطني التونسي هو دعوه سيف الدين الجزيري المهاجم عوضا عن مرتضى بن الناس لاسباب عائليه ان شاء الله ربي نتمنى من البلاتو هذا ان شاء الله ربي يشفي بنته. صحيح اليوم المنتخب التونسي قادم على امم افريقيا نتمنى له كل التوفيق والنجاح المنتخب التونسي راه منتخب كل التونسيين ماهوش حكر على فئه دون سواها المنتخب التونسي الناخب الوطني أكثر من مرة يقول معناها إحنا الهدف الفلاني أول حاجة نتواجدوا في المربع الذهبي بروفا اخيره نتاع تحضيرات زوز مباريات وديه هذا مهم جدا حتى نقولوا نحن كل الامور اللي مازال اكيد في ذهن نسبه كبيره نتاع التشكيل بينه وبين نفسه راهو جاهز كما اي مدرب ان شاء الله معناها مرتضى بن والناس نتمناو الشفاء العاجل البنت وان شاء الله ربي يقومها سالمه امين آه لاعب بصراحه متميز قاعد يعدي في اداء كبير وفي تركيا وكان باش يكون من العناصر اللي نعولوا عليها ما كتبش سيف الدين الجزيري معوضه سيف الدين يستحق يكون في القائمه منذ البدايه متى تحكي على التحضيرات مكرم باش نعديوكم جانب من تحضيرات المنتخب الوطني التونسي فيديو كانت نزلته الجامعه التونسيه لكره القدم ايضا نحكي خلينا كان يعديونا الفيديو معناه بتاع تحضيرات المنتخب الوطني التونسي نذكروا اللي البارح نذكروا اللي البارح التحاق كل من علي معلول وانس سليمان هاو من الفيديو هذا يعني مصور بطريقة نجم تقولها الاحترافيه واحنا في في الاحتراف حتى في التصوير في, في الكره في الرياضه مش في في الميدان ويزولي حتى الاجواء طيبه مكرم داخل بعث المنتخب الوطني التونسي صراحه نتمنوا معناها باش تتواصل الاجواء طيبه لانه كما قلت لك راهو من بين اهم اسباب النجاح هي الفريق معناها المنتخب والعناصر كيفاش تعيش في الفتره نتاع كاس افريقيا راه مهم جدا اليوم في كره القدم مش ديما الفريق اللي فيه نجوم والفريق اللي عنده ارفع قيمه تسويقيه باريكزومبل كيما الكوت ونيجيريا والسنغال هذوما الارفع قيمه تسويقيه مش بالضروره هذوما الارفع قيمه تسويقيه واللي عندهم نجوم ويلعبوا في لي جران كلوب معناها في اوروبا اللي هما معناها باش يهزوا اللقب لا احنا ديما قوه منتخبنا في اللحمه في الاجواء في الانضباط في اللعب بعقليه رباحه وزد على ذلك في انضباطنا التكتيكي هذوما العوامل احنا ما عندناش دي مع جوور ما عندناش دي ستار ما نجوم تلعب لا في ليفربول لا في السيتي عندنا لاعبين ومجموعه محترمه ان شاء الله قدم اللي منهم الشعب التونسي. ان شاء الله يا ربي أه نذكر ولي البارحه التحاق كل من علي معلول ونس بن سليمان وان شاء الله واليوم منتظر التحاق سيف الدين الجزيري ببقيه الوفد. صحيح ان شاء الله قلت المجموعه تكون مكتمله الصفوف، ان شاء الله معناها في بدايه كسوة معناها في المقابلات الوديه والا في امم افريقيا خاصه في الدور الاول، لاعبين اللي هما نقولوا احنا اللي نعولوا عليهم كثير يكونوا في افضل جاهزيه خاطر ما تنجمش تقدم في مراحل كبيره وحتى تراهن وتوصل للنصف نهائي وما يكونش مفاتيح اللعب بتاعك بادائهم كبير و اسلوبهم وبشخصيتهم هذو الخبره والتجربة. صحيح. كل ماتش وحقيقته هو المحاره ناميبيا ولا جنوب افريقيا شك. ولا راهو في فرق تطورت يا زياد نعم. راهو احنا كي تقول ناميبيا فما شويه غموض ربما معناتها لانه ما ما عندناش لا النتائج اللي لا. حققها ووصوله أي. لهذا يخلي الفريق جدير بالاحترام ما فماش فريق ضعيف في لي كومبيتيسيون اكيد صحيح نحكي مباراه موريتانيا باش تلعب ان شاء الله نهار 6 6 على الساعه 6 ونص بحضور الجمهور باش تكون منقول ان شاء الله على الوطنيه الاولى ان شاء الله عكس المباراه الثانيه أيوة. اللي هو أمي من البرنامج أيوة. مباراه الراس الاخضر باش تدور نهار 10 جانفي دون حضور جمهور وما نقل تلفزي وهذا يظهر لي أه حفاظا سيد. على سريه التكتيكات فوالا <applause> سيد جليل القدري الناخب الوطني هو أيوة. تصير هذه إيه عند لا كل المدربين معقوله ولا كوتش لوجيك, لوجيك ديما تصير معناها قبل حتى معناها حتى فترات بار اكزومبل نتاع تحضيرات والا تمارين تكون مغلقه هذا لوجيك هذا عادي كل نعم. مدرب نذكر الطرفة نتاع المدرب الكبير ربي يشفيه سي عبد شتالي الشتالي وقت اللي جاوا يتفرجوا وشفناها اعاده شويه. لها في فيلم كره واحلام جو الجواسيس فولاو يلعبوا في كره السله أي غير التكتيك غير التكتيك لاعبين يلعبوا في كره السله عديد المدربين استعملوا نعم التكتيك خاصه في اللحظات الاخيره من كل منافسه سواء حرية او اليوم فما محللي الاداء نتاع الانديه نتاع الانديه والا المنتخبات تكون عندهم فكره وبيانات دقيقه على اهم التفاصيل نتاع المجموعه واللي شاركوا احنا معنا عندنا شيء مخبي كما نقولوا نحن لكن من حقنا ومن حق الناخب الوطني والستاف تكنيك الكل باش يوفروا افضل اسباب واكثر ظروف معناه تخلي المنتخب نقولوا احنا للخصم ربما في جزئيات او نعم. في اه نظام لعب او في اختيارات فنيه قد تكون غير متوقع الخصوم مباراه وديه تونس موريتانيا هكا تونس وموريتانيا موريتانيا. وراس الاخضر ان شاء الله لأ تونس وموريتانيا كيفاش كيفاش تراوها خالد ومكرم تحضيريه اعتقد وانه ينجم يكون المقابله هذه تقريبا 80 90% من التشكيل اللي ان يقول ما كناش مع احترامي للمنتخب الموريتاني ما كناش نختار نختاروا منافس او نحاولوا نتفاهموا على مقابله وديه مع منافس اقوى من هكا ربما زياده الوقت والظرف توفر أيوة. وتوفر المنتخبات ربما احيانا ما تكونش عندك خيارات تخليك انت احيانا تقبل ربما بمنتخبات حتى لو كان انت تكون تعرفها لكن الظرف فرض عليك باش تقبل ذلك صحيح مدام وقع الاختيار على رادس ايضا معناها زوز مباريات باش تلعبوا لهنا واضح انه الامور تصير انه تربص تاع المنتخب باش يصير لهنا في تونس ولو مش ولو انا زياد كنت نخير شخصي لو كنت انا مسؤول في المكتب الجامعي او ناخب وطني كنت نقوم بتربص باريكزومبل في التوغو كنت نقوم أيه. أيه. في, في, مالي باريكزون. واضح شكرا لكم شكرا خالد يعقوبي شكرا مكرم الحزقي شكرا لكل من رافقنا بالحضور من الضيوف من الزملاء يعطيهم الف صحه، ايضا المشاهدين نتمنوا لهم بقيه مشاهده طيبه وممتعه لبرامج الوطنيه الاولى ونلتقي غدا في صباح الفل والياسمين التاسعه صباحا على المباشر المجد للشهداء والنصر لفلسطين.